بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة، حلقة استثنائية مع ضيف استثنائي العزيز جدا عزيز بودربالة، أحد جواهر المواهب العالمية في رأيي. تفضل. أهلا بكم أعزائي. كريمو العزيز، عزيز أو فقط لاعب واحد، مشى الجري يسرى عزيز، مشى إصابة ثانية ديال عزيز بواحد المجهود فردي، إصابة ديال عزيز في الدقيقة 37 من الشوط الثاني. لاحظوا عزيز كيفاش مشى والدور اللي لعبوا كريمو. الحقيقة هو مش عزيز المغرب بس، عزيز كل العرب، ولما يكون في ضيافة ملك وكتابة فهي زي ما المهندس عادلي قال بداية استثنائية في حلقة استثنائية وربما في ظرف استثنائي. كابتن عزيز بودربالة أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا، شكرا على هاد الضيافة الجميلة. وصراحة أنا كنحس براسي أولا معكم أنا ما بين أحبابي وأهلي، وطبعا في مصر هادو أنا وسط إخواني وفي بلدي الثاني، هذا ما فيه شك. أنت عزيز اسما وفعلا. الله يبارك فيك. بص يعني أنا عشقت الكرة لأن أمثالك يلعبونها فعلا، وهذا كلام مش كلام بنحتفي بضيف فبنقول الكلام الحلو وبنبالغ ساعات، ولكن عزيز بودربالة واحد من المواهب الكروية النادرة في أفريقيا، أنا بقول على مستوى العالم. كان ممتعا في كل ما يقدمه في كرة القدم، ولو عصرته لأحببت كرة القدم من أجله. الحقيقة نحتاج لكلام كتير عن عزيز بودربالة، لكن لأنه ضيفنا النهاردة عايزين نقول للأجيال الجديدة من هو عزيز بودربالة. أعتقد عندنا تقرير عنه، عن مسيرته للأجيال الجديدة، لكن الأجيال اللي استمتعت بكرة القدم العربية واللي استمتعت بأداء أسود الأطلسي في كأس العالم عارفين كويس قوي مين هو عزيز بودربالة. هو عزيز في المغرب، عزيز على مصر، عزيز في قلوب القارة السمراء. هو عبد العزيز الإدريسي بودربالة، المشهور عند أهل ساحرة المستديرة باسم عزيز بودربالة. هو ضيف حلقة ملك وكتابة الليلة. بدأ بودربالة مسيرته الكروية في نادي الوداد قبل انتقاله عام 1984 إلى نادي سيون السويسري. ساهم معهم في تحقيق بطولة كأس سويسرا عام 1986. في هذه الفترة انضم إلى صفوف منتخب المغرب المشارك في بطولة كأس العالم عام 86 بالمكسيك، قدم أداء عال في المستوى، ساهم بشكل كبير في تحقيق نتيجة التعادل السلبي أمام منتخبي إنجلترا وبولندا، ثم الفوز بنتيجة كبيرة على منتخب البرتغال بثلاثة أهداف مقابل هدف، ولولا خسارة من ألمانيا بهدف لوصل مع منتخب بلاده لمراحل بعيدة في البطولة. ونتيجة لمستواه الرفيع احتل المركز الثاني في استفتاء أفضل لاعب إفريقي عام 86 خلف مواطنه بادو زاكي وأمام الكاميروني روجيميلا. بعد نهاية البطولة انتقل إلى نادي ريسينغ باريس الفرنسي، وساهم في احتلال المركز الثاني في بطولة كأس فرنسا عام 1990. بعدها انتقل إلى نادي ليون الفرنسي قبل العودة لناديه الوداد حتى اعتزاله. على مستوى منتخب المغرب لعب وشارك في إنجازات بلاده من عام 80 إلى عام 92. حصل بودربالة على دبلوم التدريب العالي من سويسرا، وتم تعيينه في 26 من مارس عام 2005 مساعدا لمدرب منتخب المغرب. في عام 2006 تم تعيينه مدربا لنادي الوداد بعيدا عن معشوقته كرة القدم. هو يعشق الفن خصوصا الموسيقى والسينما،
بودربالا يمتلك شهرة إعلامية تفتح المجال أمام المخرجين للتعامل معه، فعمل ضمن طاقم البرنامج الرياضي القدم الذهبية الذي يهدف إلى اكتشاف المواهب الجديدة في لعبة كرة القدم. يطلق عليه اسم ستار أكاديمي كرة القدم، كما أنه من خلال برامج الحوار التي شارك فيها كان آخرها برنامج كوميديا شو أظهر امتلاكه لموهبة حقيقية في التمثيل. شارك في تمثيل مسلسل بعنوان الفريق من إخراج محمد نصرات، ولا يبتعد بودربالا من الميدان الأثير إلى نفسه أي ميدان كرة القدم، فالمسلسل يدور حول عشق كرة القدم والمسرات والأوجاع المرتبطة بهذا العشق الفاتن. ها هو اليوم على شاشة قناة الأهلي مع القيعي والمنيسي لفتح نوافذ جديدة في الفن والتحليل والتمحيص لبطولة الأمم الإفريقية المقامة حاليا على الملاعب المصرية. بداية يعني طبعا لو عندنا وقت كنا عملنا حاجات أحلى من كده بكتير. أنت راجل احترفت في ليون، وقتها كان من الأندية الثقيلة في أوروبا. لكن بداية لازم أشكرك أنك اقتطعت من وقتك الذي أعلم أنك أنت في مهمة رسمية، وأنك أنت يعني سرقت لنا هذا الوقت عشان كنت موجود معنا، فنشكرك تماما تماما على تلبيتك هذه الدعوة الكريمة. إبراهيم يعني هو كابتن عزيز بيرد الزيارة دي، مباراة الإياب يعني انت كنت بتفكرنا مباراة الذهاب معاها كانت في اغادير، كنت بتفكرنا واحنا في اغادير وعملنا معاك ايضا حلقه استثنائيه ادي مالك وكتابه من المغرب دي 2013 ادي في الضربه ادي لا ايوه في الضربه لا طبعا انا كيف قلت وكنكرر كلامي اعيد كلامي، والله انا سعيد جدا بحضوري معكم بتواجدي معكم، لان كنحس براسي في داري او في بيتي، هذا ما في شك. مؤكد ان انت هنا طبعا للكان ومستمتع وبتحلل التلفزيون المغربي وبعض القنوات الاخرى. تماما تماما. بدايه انت شايف البطوله في مصر ازاي يا كابتن؟ انا اظن كأس إفريقيا للأمم في مصر، مصر عطية لهذه الدورة قيمة وشان، لأن نحن كنعرفوا مصر بتاريخها وحضارتها وبأهلها، ده ما في شك. البطولة الآن الحمد لله يعني تمر في ظروف هائلة جدا، وهذا مش يعني مش كلامي لوحدي، كلام كل المتتبعين وكل الاختصاصيين اللي موجودين هنا في مصر، بانه الحمد لله هذه الدوره هذه متميزه، وزياده على هذا هذه اول مره كتمر كاس افريقيا الامم في عوض 16 المنتخب 24 المنتخب مش سهل، ولكن الحمد لله لحد الان احنا كنعيشوا ممكن نقول اوقات تاريخيه، وغادي تبقى في دهون كل الحاضرين هنا، وكذلك منتخبات مدعومه بواحد العدد من نجوم الكره العالميه، هذا شيء صراحه يثلج الصدر. وكيف كنعيد كلامي، في مصر عطيه بكل صراحه قيمه كبيره لهذه الدوره هذه. يعني أنا ملاحظ أستاذ إبراهيم، مؤكد الظاهرة دي لفتت انتباهك، إن أحد البطولات القليلة اللي معظم الفرق جاية بكامل نجومها سواء المحليين أو المحترفين. صحيح. يعني نجوم. صحيح. نجوم العالم الأفارقة في كل الدوريات الكبرى موجودين الآن على أرض مصر. صحيح. دي أدت زخم للبطولة، ولا أدت طعم، ولا أدت صعوبة، ولا أدت جمال، ولا تعتبر البطولة دي من الناحية الفنية عاملة ازاي؟ من الناحية الفنية احنا يعني شفنا مباريات مهمة جدا حتى الآن، وحنا كنعرفوا بأنه الكل كيعرف بأن الكأس إفريقيا الأمم دي تظاهرة مش سهلة بالفوز بهذا اللقب، وكل المنتخبات يعني واعية،
كل الوعي بأنه مش من الضروري يكون منتخب فيه لاعبين متميزين أو موهوبين أو نجوم للفوز بهذا اللقب. هذا مش كافي لأن المشوار طويل متعب صعب وفي بعض الأحيان معقد، فلازم يكون يعني الصبر وتكون يعني الذكاء في تدبير كل الأشياء اللي كانت توصل عندك في أي لحظة، خاصة في المباراة أو خارج المباراة. وهذا يعني لا يمكن يكون التعامل معه إلا إذا كان عندك يعني ما نقولش مدرب ولكن ناخب وطني، ناخب محترم متميز يعني كيبدع في اختياراته اللاعبين، في اختياراته النهج ديال فريقه. وكيف قلت بأنه مصر، أنا متأكد بأن كل لاعبين هاد النجوم الحلم ديالهم طبعا هو الفوز بلقب كأس إفريقيا الأمم في أول دورة غادي ديال 24، وثانيا في مصر، لأن أنا أظن النكهة ديال هاد اللقب في بلد آخر إفريقي ما تكونش عنده الحلاوة والنكهة في بتخوض على أرضك. السؤال المهندس عدلي في جزئية أنك دلوقتي إقامة البطولة في الصيف أتاح الفرصة لكل نجوم الكبار يجوا، صحيح، بس في شكوى من الحالة البدنية أنه حتى كبار النجوم المحترفين برا هما في أجازاتهم، فبالتالي الحالة البدنية للبعض منهم يبدو غير جاهز، ده صحيح؟ أنا ما متفقش على هذا الرأي صراحة، لأنه إحنا كنشوفوا في كأس العالم أكبر تظاهرة عالمية، يعني كل لاعبين كتلعب في مرحلة في الصيف، وكل لاعبين كي وكوبا أمريكا تماما وكوبا أمريكا لا أظن هم عايزين يريح بس في أفريقيا. لا طبعا، لأن اليوم اللاعبين يعني كيعيشوا ممكن نقول مبرمجون لكل هذه الأشياء، لأن اللاعب اليوم بيتقاضى مبالغ خيالية وكيعيش يعني يعمل بفلوسه تماما. ما فيش إلى دار واحد المجهود يعني إضافي الدقيقة بدي كام الثانية. طيب المنتخبات العربية يعني شيء رائع جدا إنه نلاقي مصر والمغرب والجزائر يتأهلوا بالعلامة الكاملة، التلاتة حققوا ثلاث انتصارات. هنوقف عند المغرب طبعا، بس مبدئيا كرة شمال إفريقيا إزاي أنت شايفها من خلال الدورة؟ أنا في رأيي هذا يدل على أنه كرة القدم في المغرب العربي أو في شمال إفريقيا، أنا كنت أتكلم طبعا على المغرب وتونس وليبيا وحتى موريتانيا، لأن شفنا موريتانيا منتخب حلو عنده لاعبين لا مفاجأة صراحة. وليبيا ومصر هذا يدل على أنه الكرة العربية أو شمال إفريقيا فيها لاعبين خزان كبير ديال اللاعبين الموهوبين، و لازم نطوروا كرتنا يعني في المنطقة، على أساس يكون عندنا نجوم كبار مثل الآن محمد صلاح وزياش ومحرز وزيد 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 والنيني والتريزيجي وزيد، يعني أسماء كبيرة بزاف، لأنه هو مثلا في مصر لازم يكون 10 محمد صلاح، في المغرب 10 مثلا زياش اليوم، أو في الجزائر نفس الشيء، في تونس، في كل بلدان العرب. والحمد لله يعني المنطقة العربية أو الدول المغرب العربي أو شمال إفريقيا بما فيهم طبعا كيف قلت كل الدول، ومصر لازم يكونوا نجوم كتار كيف يعني زمان. احنا كنشوفوا في مصر قبل ما المدهش ان في السابق زي ما تقول زمان كان عندنا نجوم مواهب هائلة طبعاً، ومواهب هائلة، ولم تكن عندنا النتائج اللي بتحصل بعد كده، يعني منتخب الخطيب وحسن شحاتة وفاروق جعفر وعلي بوجريشة وقبليه الشاذلي ومصطفى رياض وصالح ورفعت لم يحققوا يعني
هل كرة القدم لما اختلفت وبقت تعتمد على القوة البدنية وعلى السرعة والجماعية بالإضافة إلى الموهبة ساعدت المنتخبات العربية أنها تقرب من أوروبا شوية ولا؟ طبعا طبعا طبعا، لأن كاين واحد الانفتاح كبير في الكرة العالمية اليوم وخاصة في أوروبا، وحنا كنعرفوا بأنه أوروبا هي اللي كتحكم في الكرة في العالم، لأنه أكبر اللاعبين أكبر نجوم الكرة موجودين في أوروبا، وأكبر الأندية موجودين في أوروبا والإمكانيات الكبيرة موجودة في الأندية الأوروبية. فالأمور طبعا تغيرت، والآن الكرة الحديثة تغيرت كثير على زمان، هذا ما في شك. اليوم لو أصبحت يعني كرة مدروسة وكرة تلعب بطريقة يعني علمية غير اللي كنا احنا كنلعبوا به. التكتيك بقى مهم، التكتيك لا طبعا الفطر. طبعا احنا كنا كنلعبوا طبعا بالموهبة وكنلعبوا بالفطرة. لأن لما كتشوف مثلا، ما نهضرش انا عليا انا ولا على اي نجم اخر، انا غادي نتكلم على محمود الخطيب. محمود الخطيب لا اظن في زمان غادي يخلق لاعب بحال محمود الخطيب. يعني انت ترى احد نجوم الكره عبر تاريخ؟ طبعا محمود الخطيب، احنا لما كنكونوا متواجدين مع محمود الخطيب ما كنتكلموش حتى يدل لنا محمود الخطيب بالكلام. يعني وهو يعني يراكم هكذا، والحقيقه ده اللي انا قصدي عليه. يعني لو حد منكم موجود النهاردة حظوظه بقى على مستوى العالم كان يقدر يتعامل مع الاحتراف؟ احنا سبقنا العهد ديالنا السيد المهندس. احنا سبقنا انت سبق في يعني المغرب كان ليها محترفين كتار، لكن في مصر ما كانش فيه. يعني الاحتراف وصل عندنا متأخر قوي اظن، احنا لان بحكم قرب لاوروبا وكانت اللغة وكذلك حتى يعني كان من السهل الواحد من المغرب او الجزائر، لان قرب وخاصه احنا كتعرفوا تواجد المغرب فين، احنا يعني حدود مع اوروبا. منفتحه اكثر طبعا. واظن ان محمود الخطيب او طاهر ابو زيد او فاروق جعفر او حسن شحاته او كل نجوم اللي عرفت الكره المصريه زمان، حتى الفتره ديال ابو تريكه، لا اظن كانوا يعني هما في عندهم رغبه يحترفوا. الظروف ما سمحتش، لان صراحه هما اظن دائما لما كتكون كتلعب في نادي مثل الاهلي، اكبر نادي في عند العرب وفي القاره الافريقيه، وبالألقاب وبالمجد ديالو، مش سهل. طيب مش سهل، ولكن غير اسمح لي استاذ، غير اللي كاين هو الكره الحديثه اليوم طبعا ولات فيها كيف قلت كره علميه، وكره ولات يعني كل لاعبين كيعرفوا، الاغلبيه كيعرفوا تدبير المساحات والسرعه، وكذلك العدد في وسط الملعب، ولات اشياء كتعطي واحد النوع من في غالب المباريات نوع من المتعه ومن الفرجه. الخطط ما كانتش مزحومه زي دلوقتي، وما كانش بالعنف بتاع دلوقتي، فطبعا كان في مجال للابداع. صحيح، انا كان كيبان لي زمان كان اكثر عنف على اليوم، اكثر من دلوقتي طبعا. والله يعني كان المان تو مان بقى. لا كانت كره، لانه خاصه في افريقيا السمراء كان صعب جدا والله. ما كانش في مساحات يعني كثيره. قبل ما اسالك عن المغرب ونخش على المغرب، لان طبعا هتقول لنا كيف كان المغرب معك وكيف هو الان المنتخب يعني، لكن ايه المنتخبات اللي انت شايف لفتت نظرك في هذه الدوره؟ اكيد اظن البلد المنظم طبعا مصر، ولو ما شفناش يعني المنتخب مصر في مستواه العالي جدا، لانه كاين هناك اشياء غير عاديه وغير طبيعيه. منتخب مصر افضل من هذا طبعا، وعنده حتى يعني لما كتشوف كل اللاعبين الموجودين، يعني لاعبين في مستوى عالي جدا، نجوم. عندك محمد صلاح، وعندك
تريزيغي، وعندك في طارق حامد والنيني وعبد الله السعيدي والحارس شناوي. شناوي يعني المنتخب هائل، ولكن انا في رايي المنتخب المصري لاعبين الوسط ما عارفينش مهمتهم، يعني الدفاعية أو الهجومية، يعني عندهم شكل من اللخبطة. اللخبطة صح صح، عدم التنسيق في عدم التنسيق وعدم إدراك ونقصهم أستاذ أظن أنا الأوتوماتيزم يعني داخل المجموعة، وكيعولوا كتير على المهارة محمد صلاح مستسلمين يعتمدوا على مهارة تريزيغيه وصلاح تماما، ولكن كيبقى منتخب مصر ده ما في شك. منتخب مصر كيف قلت هو من المنتخبات اللي عنده شخصية وعنده قيمة، وكي لما كتكون لاعب ضد مصر كتحس بواحد الإحساس ديال الرعب، هذا ما فيه شك، مثل المنتخب المغرب والجزائر والسنغال. وقوة أظن اليوم أنا من كل متتبعين حال ألف يعني في هذا الوقت اللي احنا بنتكلم فيه بيقولوا أفضل منتخبات الآن في البطولة المغرب والجزائر. ليش؟ لأن المغرب صراحة عنده منتخب متكون من لاعبين أو متكون من لاعبين عايشين هذه مدة أزيد من 5 سنوات مع بعض، وعندهم ناخب وطني إيرفي غونار. انت تعرفوا تعرفوا اللغه الفرنسيه ما معناها غونار؟ هو الثعلب. 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 وغونار رجل يعني انسان محترم وشخصيه قويه، وكيعرف يتعامل بشكل رائع جدا مع كل العناصر. حلم كل المنتخبات وحلم كل الانديه فعلا. اعطى المنتخب المغربي طريقه، ممكن نقول طريقه جديده في اللاعب. لان الا كتلاحظوا المنتخب الوطني المغربي ولو ما كيعملش مباراه يعني كبيره جدا، كيبان لك بانه منتخب صاحب الكلمة الأولى. صاحب الكلمة الأولى طبعا صحيح. وهذا كله له، عندك المغرب وعندك الجزائر وشيء ما المنتخب السنغال. قوة هذه المنتخبات هو وسط الملعب. وسط الملعب. ونقطة ضعف المنتخب المصري. نقطة ضعف صحيح. نشكرك على صراحتك. لا تمام كده، ده مطلوب. وعندكم في مصر انا كنظن وكنعرف بانه في وسط الميدان ديال المنتخب مصر من ابرز واحسن اللاعبين الموجودين في الدوره. انما الميكانيزم كاين هناك خلل. كاين هناك خلل ممكن. طيب افضل منتخبين وهو بالفعل المغرب والجزائر حتى الان مدرب وطني ومدرب اجنبي. ايه الافضل؟ يعني الاختيار جمال بالماضي في الجزائر عامل تجربه هايله جدا. هيرفي رينار في المغرب عامل تجربه هايله جدا. الانسب للعرب ايه؟ الاجنبي ولا الوطني؟ اشوف استاذ ابراهيم، واحنا دائما طبعا كنا دائما احنا كنساندوا المدرب الوطني طبعا. انا بقول لك عشان احنا في مصر نعمل ايه؟ نجيبوا اجنبي ولا نجيبوا وطني؟ لا شوف، انا في رايي لان كيف قلت من قبل انا ما كنبغيش نستعمل كلمه مدرب. ناخب افضل، لانه ناخب اصلا يعني منتخب كي فتره من الفترات 4 أو 5 فترات في السنه. بكيجمع منتخب لاعبين من ابرز اللاعبين ديال البلد. هو لا يدرب لا يدرب، انما يدير. الله يعطيك الصحه استاذ. يدير. لما كتكون تعرف تدير واحد النخبة من اللاعبين او من نجوم كرة البلد، خلاص المشكل تحل. انا اظن بانه جل اللاعبين او المدربين المحليين عندهم نقص من هذا الجانب للاسف. يعني انت محلي الا اذا لقيت رينار
هو اجنبي اللي لقيت بالماضي. لا لا عرفتي علاش؟ لانه إيرفي رونار اشتغل في افريقيا ازيد من 10 سنوات. صحيح جدا في افريقيا. كان مع كلود لوروا يعني صحيح. كان مساعد وخد تجربه كبيره في القاره الافريقيه وتعرف على الكره الافريقيه وعلى جل اللاعبين في افريقيا وحتى على طريقه والنهج ديال كل تقريبا المنتخبات، وفاز يعني باللقبين في 2013 اظن 2015 مع زامبيا والكوت ديفوار. هذا اعطاه واحد النوع من الارتياح هو داخل الفرق اللي مرنها. خد معاها بطولات. صحيح صحيح. هو المغرب هيستغنى عنه بعد البطوله؟ هو عقده يخلص بس ما مش معنى كده انه هيستغنى عنه. لا طبعا لا، هو إيرفيغونا عنده عقد مع الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم حتى 2021. ولكن كان هناك في 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 بند مع رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم في كل تظاهره بحال كاس افريقيا كي يتواجدوا مع بعض ويقروا نزيد او في انباء انه قد يظهر في الدوري المصري. انا سمعت هذا الكلام. نادي بيراميدز بيفاوضوا مفاوضات جديده. سمعت هذا الكلام وسمعته من واحد من اقرب من إيرفيغونا. ولكن إيرفيغونا هو صراحه احنا بالنسبه لنا كمغاربه وك يعني كجامعه ملكيه الملكيه لكره القدم وانا عضو في الاتحاد عضو تنفيذي احنا يعني ما عندناش يستمر. طبعا ولكن هو رينار يعيش يكرر تجربه جوسيه مع الاهلي. مدربين ما تتخيلهمش يبعدوا عنك. بس يعني كيف كنقولوا الان هو الكره في عند إيرفيغونا. هو اذا كان عايز يعني يكمل مع الاتحاد احنا على الرحب والسعاده، ده احنا غنكونوا سعداء، ولكن يعني الباب مفتوح. طيب المنتخب بقى المغربي، انت جاوبت تقريبا على نص السؤال. يعني الوقت اللي انتوا لعبتوا فيه كوره كان برضو في المنتخب المغربي حاجه مرعبه، يعني كان مليان بوم ومواهب، و كان من المنتخبات اللي يعني كل الناس كانت بتقول الاقرب الى الكره الاوروبيه وقتها. ازاي تشوف منتخب المغرب وهو بيحقق بطوله المحليين وبعدين بطوله الانديه وبعدين دلوقتي بيقدم مردود ممتاز مع في البطوله دي، ايه الفوارق الفنيه؟ يعني هو الان يعني هذه تقريبا 4 سنوات، لا ممكن نقول 6 سنوات منذ تراس فوزي القجع رئيس الاتحاد الجامعه الملكيه لكره القدم. اسمحوا لي على الكلمه، ممكن نقول بانه عمل ثوره كرويه في بلدنا في البلد. صحيح. يعني هو طور الكره المغربيه. طبعا طبعا لما تشوف الان في المغرب من الجانب الانجازات اللي حقق بلدنا الحمد لله في جميع المناطق وفي جميع المدن من ملاعب ومنشآت رياضيه ومن مراكز تكوين ومن شيء صراحه رائع جدا. والان يعني في هذه اسبوعين الجامعة الملكية لكرة القدم دشنات مركز المعمورة في الرباط القديم، ولكن هو يعني أصبح الآن كل الأجانب اللي كيجيو أظن رقم واحد في العالم. والله شيء المغرب يستعد لكأس العالم، هو مصمم عليه صراحة شيء جميل جدا. ولكن اللي أجمل وهو اليوم مع رئيس الاتحاد السيد فوجزي القجع، هو مش عايز بس يطور كرة القدم في المغرب بل تطور الكرة في القارة الإفريقية بصفة عامة. عينه على الاتحاد الإفريقي. انا لا اعلم والله، ولكن هو رغبته لانه واحد هو شغوف بكره القدم ومحب ويعشق وعنده عنده الفكر ده. صحيح صحيح. واحنا معاه طبعا لانه بدا الان في خلق في كل الانديه المغربيه مراكز التكوين،
وبدات لان احنا يعني كان درسوا الشباب كره القدم بطريقه علميه. ونكون معكم صريح، هدفنا هو نكونوا في المرتبه الاولى في القاره الافريقيه. هذا ما فيه شيء رائع، هو واضح في الشغل. واضح يعني انت شايف ان في شغل صادق طبعا، طموح اتعمل. صحيح. في الكره المغربيه. صحيح. بدايه من بنيه. انا بلخص بس عشان يمكن نشوف حلنا. البنيه التحتيه، وبعدين اداره كره القدم. تماما. هل في مشاكل في المسابقات المحليه؟ الناس تشعر بعدم العداله، الناس تشعر بعدم النظام احيانا، الالتزام باللوائح. في اي مشكله من المشاكل دي في الكره المغربيه؟ واو استاذ، انت هتعرف بان المشاكل دائما موجوده في المغرب او خارج المغرب، في اوروبا، في امريكا، ولكن اللي احنا الان مرتاحين له وهو لما كيكون فيما كيكون مشكل كنلقاو الحل بسرعه. بيواجه المشاكل طبعا طبعا. والان الكره القدم او البطوله الوطنيه المغربيه حسب اللي كنعرف، حسب معلوماتي، هي رقم واحد في المغرب العربي. الدوري المغربي هو اقوى دوري تماما الان. يعني هذا الان ما جاش بالصدفه، لانه انت ذكرتي احنا كنا زمان الفرق الوطنيه، الفرق المغربيه ما كانتش حاضره يعني في افريقيا، في المنافسات الافريقيه يعني. ما عندناش تصنيف. الان وليت كتشوف الوداد البيضاوي الحمد لله رجعت ثاني، الرجاء اكادير. لما قال الوداد قال لك الحمد لله، هات انا وداد يعني وانا ضيربي يعني هنا اللون الاحمر. ايوه. طيب الوداد، فوزي الاقجع خد موقف قوي مع الوداد في نهائي دوري الابطال الافريقي مع الترجي. الامور هتنتهي الى ايه؟ لا اظن انا شفت الرئيس الوداد من ساعه قبل ما نجي لعندكم الاستوديو، اظن الامور الحمد لله يعني غاديه في اتجاه صحيح. ممكن المباراه تعاد اظن. ما هو القرار اعاده المباراه. بس الترجي قال انا مش هلعب، والوداد قال لك انا حقي اخذ البطوله من غير لعب. ده بيرد على هو تماما. ده مشكله كبيره هذه صراحه. ستلعب المباراه الاثنين حيلعبوا. لا انا اظن ستعاد المباراه ما فيها شك. مصر انفتحت على دوريات المغرب العربي، وبقينا نشوف لعيبه كتير من المغرب ومن تونس ومن الجزائر في الدوري المصري وفي الفرق المصريه. وليد ازارو على سبيل المثال، شايف تجربته ازاي؟ شوف انا على وليد ازارو وعلى الاحداد، انا ممكن نقول لكم بان برفع القبعه على الاثنين. ليش؟ احنا الان في 2019، في 2015 ثلاث او اربع سنين ما كانوش معروفين ازارو واحداد. عمل نادي الدفاع الحسني الجديد اللي كتعرفوا، الدفاع الحسني الجديد. تنقيب على هاد اللاعبين في ما نقولش في الهوات بل في فرق الاحياء. وجابهم الاثنين الدفاع الحسني الجديدي في ظرف سنه واحده، في ظرف سنه واحده. يعني لفتوا الانظار. ازارو استدعاه المدرب من الحي مباشره، استدعاه في سنه من بعد سنه، استدعاه للمنتخب. ومن بعد ازارو لعب فين؟ ازارو ما لعبش في اي نادي من الانديه العربيه او الافريقيه. ازارو من الدفاع الحسني الجديد لعب في الاهلي. الاهلي خد هدف الدوري، وهدف الدوري الاهلي اكبر و اكبر نادي في افريقيا. في المغرب في اهلاويه وزملكاويه ولا طبعا بيتابعوا الدوري كثير كثير. اسالك ولا بلاش؟ علي انا اهلاوي ولا زملكاوي؟ وقال لك انا مبسوط من اللون الاحمر. لا انت بتجاوب له ليه؟ لا زبون صراحه، انا يعني عندي اصدقاء لاعبين من هنا ومن هنا، ولكن على كل حال انا عندي واحد شويه ديال الميول للاهلي. ليش؟ لان قلت لكم
عندي واحد من اللي كنقول تماما الخطيب انا بالنسبه لي من كلاعب وسط الميدان مام حتى في اوروبا اظن الان مش موجود. انت لازم تروح له في النادي وتزوره وتسلم. لا انا غنزوره طبعا. لازم يا ابراهيم لا ده ما في شك. وحنا من زمان يعني في المغرب يعني طبعاً احنا كلاعبين انا كنتمي للمدينه القديمه في مدينه الدار البيضاء والاغلبيه اغلبيه السكان ديال المدينه القديمه في مدينه الدار البيضاء كيحبوا الاهلي لانه كيلعبوا بنفس اللون الوداد طبعا. ولكن عندي الزمالك صراحه كل احترام والتقدير لهذا النادي لانه نادي عربيه طبعا صحيح. نادي كبير وحنا كعرب محتاجين الانديه كثير كثير في هذا الحجم ديال الاهلي والزمالك والوداد والترجي وديال الرجاء صراحه. صحيح. كيف ترى الجزائر؟ منتخب الجزائر منتخب الجزائر حسب ما شفنا يتضح بانه كيف قلت الاقوى والافضل مع المنتخب المغرب لانه كيشكل عنده وسط الميدان من ابرز ما كاين في هذه الدوره وعنده مدرب عرف كيفاش يوظف لان في كل منتخب المساله ما لهاش يعني علاقه بالخطط بالخطه او بالارقام فهي عندها علاقه بالمهام وبالوظائف وانا اظن هذا المدرب بالماضي عرف كيفاش يستعمل كل هذا طبعا شفنا في المباراه الثالثه بتاع المنتخب الجزائر لعب بلاعبين احتياطيين وفاز في المباراه باداء سهل ممتنع تماما. محمد صلاح يعني فجاه هو خارج من نادي المقاولين يعني مش لاهلي ولا زمالك. توقعت انت كنجم احترفت في اوروبا انه صلاح يصل الى هذه المرتبه وشايفه رايح فين؟ شوف استاذ ابراهيم محمد صلاح هذا كان بالنسبه لنا احنا كلنا يعني مفاجاه القرن لانه لاعب عربي يكون الان يقارن بميسي ورونالدو هذا ماشي يعني مش حاجه يعني بسيطه مش سهله لا مش سهله ولكن انا اللي ساعد به اكثر وكيف قلت من قبل احنا في الوطن العربي عندنا محمد صلاح مش واحد موجودين بكثره وفي اي بلد من بلد لا في مصر ولا في المغرب ولا في الموسم الاهلي محرز افضل محترف في الدوري الانجليزي وبعدين يجي محمد صلاح بعدين دي يعني امارات للعرب اشاره مين المغرب اللي ترشحوا نعمل زياش يعني هيرفي رينارد بيقول ان هو ده محمد صلاح بتاع المغرب وانه عنده نفس القدرات هل فعلا نفس القدرات صحيح السرعه والهدوء صحيح وخاصه عصبي شويه لا شفته مرتين وهو بيخرج ولكن منطعد لا 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 يعني لا هو الانسان يعني ظريف ومؤدب ومحترف بمعنى الكلمه وما بيتكلمش كثير ولكن لما عند ما فيش الحكم نرفزه عشان عايز يطلع كده قال له اطلع كده لكن اظن بانه هو نسى بانه في قانون جديد يخرج من اي مكان ما عنديش هذا قانون زياش زياش فرجعنا مثلا لمحمد صلاح او محرز او زياش او ام رابط او تريزيغي انا عندي تريزيغي بحبه كثير هذا اللاعب صراحه لعيب عنده كنات هايله ولسه ما حدش اكتشفه يعني انا تريزيغي كان ممكن يعني عنده ما يكفي من المؤهلات باش يلعب في نادي اوروبي كبير. عايز واحد زي يؤمن به زي الانجليزيه بدات كلوب كده ما امن بقدرات صلاح عايز حد كده تماما فلهذا احنا بالنسبه لنا الاطمئنان الكبير اللي كاين اليوم وهو انا عارف بانه ما بيننا يعني لنتكلم على غير القاره الافريقيه واوروبا الكره الافريقيه والكره الاوروبيه كاين فرق كبير جدا ولكن ممكن ان شاء الله بالعمل الجاد وكيف قلت بهذا
المراكز التكوين وبال هل العقليه والثقافه الكرويه هي اللي ممكن تكون عامل الفرق ده؟ طبعا طبعا ده يعني لو ابتدينا عندها دور كبير يا استاذ، واللي بيقدر يكتسبها بيعبر عن نفسه كويس. صحيح. نور الدين مرابط بيفكرك بمين؟ اقول لك انا بيانا شويه ولا ايه؟ والله ما اعرفش، ممكن انا اشوف الدور اللي بيلعبه مع المنتخب. انت كنت بتلعبه مع المنتخب، يعني انت بحليات اكتر، جماليات يعني مهارات، لكن نفس المسؤوليه ونفس الدور. صحيح محمد عفوا، امرابط عنده مهمه اساسيه وصعبه داخل المنتخب، لان كيف قلت نقطه القوه عندنا احنا في المنتخب وسط الميدان، وخاصه في الكولوار في الاطراف. عندنا درار، عندنا اشرف حكيمي، عندنا مزراوي اللي بيلعب في الاجاكس، هادو كلهم مختصين في وعندنا طبعا عندنا ضعف في راس الحربه، ولكن مع امرابط بتتعوض. صحيح. يعني في ضعف في راس الحربه، واحنا بالنسبه لنا يمكن عشان متحيزين لازارو، يعني احنا فوجئنا انه مش في الاختيارات لا المره دي ولا في كاس العالم. انا غير كده، مع انه في كاس العالم كان معبر عن نفسه جامد جدا يعني. صحيح. لان غير اللي قلت عندنا ضعف في راس الحربه، يعني مش في شخص لاعب، من لان عندنا كاين الاسلوب. لان كاين عندنا نصيري، انا في هذه الدوره دي في ثلاث مباريات صراحه قام بمجهود يعني هائل جدا، واظن احنا سعداء الان في القاهره وبهذا المنتخب، وعندنا لاعب بحال نصيري، لانه الحمل والثقل ديال الخط الامامي كله هزه على يعني على كتف. تخاف على المغرب من مباراه بنين؟ طبعا. اي مباراه عندي ده ما فيش شك، لان المباراه ما تكون سهله، واليوم في القاره الافريقيه ما بقاتش هناك منتخبات سهله، والدليل على هذا شفنا مدغشقر ونيجيريا حتى يعني تنزانيا، الاقصاء ديال تنزانيا والاقصاء ديال بوروندي وانغولا كان المستوى ديالهم لا باس به، وخاصه مدغشقر موريتانيا كان عندها موريتانيا عندهم لاعبين جيدين هذا ما في شك. مدغشقر اليوم كل المنتخبات اللي موجوده هنا كانت من بعد ثلاث مباريات كانت كتقول نلعب مع السنغال، وممكن نلعب مع نيجيريا، وما نلعبش مع مدغشقر، لان مدغشقر منتخب جعان جعان نفوذ وجعان بطولات. صحيح. وعنده الاغلبيه ديال اللاعبين بتاعو كيلعبوا بالرجل اليسرى، وابهروا كل المتتبعين صراحه. احنا يعني سعداء بحضور ديال المنتخب بحال مين النجوم اللي لفتوا انتباهك لحد دلوقتي؟ هتقدر تقول البطوله دي هتخلينا نشاور على حد نقول ده اكتشاف البطوله دي؟ احنا شفنا في من بعد ثلاث مباريات يعني الفريق او العناصر اللي كانت في التشكيله ديال افضل مجموعه كانوا فيها اربع لاعبين من منتخب مصر. سبعه عرب، اربعه من مصر واثنين من الجزائر، وواحد من المغرب. بالضبط. انا اندهشت اللي هم احسن فريقين. انا داك الشيء كنت كنقول منذ البدايه بانه عفوا لا خوف اشرف حكيمي من المغرب. اشرف حكيمي تماما. لا خوف على الكره العربيه او الكره المغاربيه او كره شمال افريقيا، بكل بالست دول اللي ذكرت قبل بما فيه مصر، ممكن اذا كان العمل صراحه يتقن العمل في داخل المراكز التكوين والاهتمام بالمواهب، لانه مواهب موجوده
موجوده موجوده في كل المناطق، مركز تكوين قطاعات الناشئين يعني. يعني الكره العربيه لازم يعني تكون في في مستوى، والكره الافريقيه اللي السمراء في مستوى اخر، هذا ما في شك. اما بالنسبه للنجوم استاذ، اظن نفس النجوم اللي حاضرين، الاسماء المعروفه اللي كتلعب في الانديه الكبيره هي اللي غادي تكون دائما. يعني الوقت الجزائر الناس بتتكلم بقوه على بغداد، بتتكلم على نجوم ما حدش سمع عنها وصغيره وطالعه. صحيح، واللاعب بغداد اللي لعب اسماعيل بن ناصر، اسماعيل بن ناصر واسماعيل بن ناصر تماما. لا لا، هذول لاعبين في مستوى عالي جدا، مستوى عالي جدا. لا غير هو اجسام قويه جدا. صحيح، هو في دوره في حال كاس افريقيا للامم طبعا كل لاعبين يعني بيجتهدوا وبيجاهدوا على اساس الفوز باللقب مع المنتخب، وكذلك بالفوز بالكره الذهبيه في دماغ اللعيبه طبعا. والاغلبيه هم يعني اللاعبين المعروفين المشهورين والنجوم اللي كتلعب في عندنا تماما في الانديه. تأثير النجوم الكبار دول في الماتشات الإقصائية اللي جاية يبان أكتر؟ صلاح، ساديو ماني، رياض، ما في شك. هذا ما في شك، هذا ما في شك، هذا ما في شك. وأنا بالنسبة لمنتخب مصر أنا كنقول ممكن يظهر بوجه آخر في نتمنى في المباراة المقبلة. مباراة مش سهلة، جنوب أفريقيا من الفرق الناضجة اللي عندها ثقافة وعندها وعي وعندها تاريخها من أندية قوية، ومن أفضل المنتخبات يعني اللي المنظمة فريق منظم جدا. صحيح، فما ينفعش انك انت ما تبقاش كويس يوميها. صحيح، يعني لازم يبقى انت بتقدم مفاجأة جديدة. الجماهير المصرية، انت كنت في نفس البطولة في 86. نعم. الآن ايه اللي اختلف بين 86 وانت كنت لاعب كبير في المنتخب المغربي والآن محلل وراصد للاجواء؟ فرق كبير، لان اليوم اظن في الجيل بتاعنا ما كانش عندنا هذا الاحساس اللي عند اللاعبين اليوم، لان كنا كنجيو نشاركوا في منافسه القاريه في حجم كاس افريقيا للامم، ولكن اظن ما كانش عندنا ذاك الاحساس ديال البطولة الإفريقية، أهمية البطولة تمام، أهمية البطولة والفوز باللقب والفوز بالكرة الذهبية. هذا طبعا كيعطيك وشايف ان العالم كله بيتابعك دلوقتي، الميديا كلها يعطيك الصحة أستاذ. دابا الميديا كلها تتابع كل، احنا زمان ما كانش يعني كنا محدود، كانت الأمور كلها محدودة طبعا. فالأمور تغيرت وهو دائما يطرح علي السؤال على الفرق ما بين البطولة جيلنا الأجيال، الجيل اللي فات والجيل اليوم. أنا كنقول بأنه اليوم الجيل، هناك أجيال يعني الأمور تغيرت في ميدان كرة القدم، ولات الكرة سريعة أكثر، ومن الجانب العلمي كان هناك الأمور أهم ومختصة في نوع ما، ولكن أنا كنشوف بأنه الموهبة كانت في عند لاعبين في زمان. زمان موهبة ودلوقتي تماماً. العلم تماما كانت الموهبة. أنا حاخدك في حتة تانية خالص، التحكيم. لا خليني معك. لا خليك. لا، التحكيم الأفريقي، لأنه على مستوى بطولات الأندية كانت هناك مشاكل شفناها كلنا. كيف ترى التحكيم الافريقي في هذه البطوله؟ على كل حال، في هذه الجوله الاولى شويه انا شويه مخلوع، مخوفني، ثاني مقلق، مقلقني التحكيم لحد الان. شايف انه ممكن الماتشات الجايه ما تحتملش بقى. صحيح صحيح، الحمد لله اللي غادي يكون الفار في استعمال الفار منذ الربع النهائي، لان شفنا بواحد العدد ديال الحكام ما صفروش على واحد العدد ديال الاخطاء، وكان المفروض تصفر عليها، وكان المفروض وعلى فرق صغيره كان ممكن تتغير تماما اوضاع كثير. صحيح. انا ابتدى في الاسبوع الاولاني كان كويس قوي،
بعد كده لما ابتدت في فرق مهدده وفرق تتضح معالم المجاميع التحكيم بدا صحيح صحيح يتهز شويه. هذا هو اللي خلانا شويه نكونوا قلقين من هاد من هاد من هاد الناحيه. نتمنى الله يعني الامور تحسن. انت معاك المواجهات عايزين نساله ويقول لنا ترشيحاته ايه تقول ترشيحاتك بكره نحاول أوكي. بكره المغرب وبنين البنين المغرب وبنين المجد انا اظن على الاقل 2-0 للمغرب 2-0 اوغندا والسنغال اوغندا السنغال انا ممكن نقول اوغندا ده هيبقى يعني توقع ده انت يمكن تبص السبب العامل صحيح عامل المدرب عامل انت بتقول على رينار ثعلب الناخب ده ايضا بامكانيات ما فيش حد طفره عنده لكن قادر يعمل فريق جيد جدا لانه هذه المنتخبات في حال اوغندا احنا شفنا يعني متعب جدا متعب متعب وممكن مثلا السنغال لو يعني تستمر لما نقولش غير تستمر في المستوى ديال اللي لعبت به حتى الان بالعكس طلع من درجتين المستوى بتاعها لكي تتغلب يعني ما نقولش بسهوله ولكن يعني تتغلب يعني ظهرت بيه قبل كده مش كافي بالنسبه لا مش كافي انا بالنسبه لي مش كافي تتطور اكثر طبعا من كده. طبعا السبت ان شاء الله نيجيريا والكاميرون على فكره ابراهيم ارصد دي لان ما حدش قال الكلام ده غيره محدش توقع اوغندا ضد السنغال الا كابتن عزيز صدام الاشرار نيجيريا والكاميرون واو نيجيريا احنا كنعرفوا بانه نيجيريا دائما خسرت عده القاب امام الكاميرون نقدر نقول نيجيريا احتمال الاثنين يكسبوا لا أنا ممكن أنا كمان نيجيريا عندها منتخب قوي مش هتقول كام 1-0 مصر وجنوب أفريقيا 3-0 مصر 3-0 الله يخليك يوم الأحد مدغشقر والكونغو الديمقراطية بظن غادي نقول مدغشقر مدغشقر ده انت رايح في المفاجآت 1-0 ولا اكتر لا ممكن تكون 2-1 جزائر وغينيا الجزائر 4-0 لا 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 انا حسب يعني هذه الفتره الجوله الاولى لان غادي يكون ضروري يكون شويه ديال التعب خلي بالك ان الفرقه كمان شافت بعضها يعني الجزائر فاجأت الفرق اللي بتلعبها وخضتهم بس هو بالماضي استخدم عدد كبير من اللعيبه يعني حيت هنا ده الشيء قلت انا على التدبير كل المباريات ممكن يظهر بعض العياء على المنتخب الجزائري لان عملوا ماتشات كبار بمجهود جامد جدا تمام جدا الحراره يكسبوا كام 1-0 مالي والكوت ديفوار اظن الكوت ديفوار كوت ديفوار 2-0 غانا وتونس صعبة أصل تونس مش من الفرق اللي ممكن تتجاهلها برضو رغم إنها ما أدتش أكيد. كويس يعني بس وغانا مش ما قدمتش المردود اللي يخضك يعني لكن غانا لا غانا كتبقى غانا صحيح وخاصة خبرات البطولة كمان هذا ما في شك انا صراحه انا كنت بغيت نقول بان تونس من القلب الخالص ونشوفوا تونس المغرب الجزائر ومصر في اذا ما قدمتش مفاجاه في المربع الذهبي لكن المستوى اللي شفنا به اليوم حتى الان صعب باش تنتصر على غانا اظن غانا المهمه صعبه غانا 1-0 ممكن 1-0 البطل هو انت عندك الرؤيه في التوقع خلينا نجي من الاخر انا عندي احساس بانه الفاينل غيتلعب ما بين مصر والمغرب مصر ان شاء الله طبعا النتيجه غادي نخليوها حتى
لا خلاص بقى اذا وصلنا فاينل مفيش حد يقدر يتنبأ بشيء يعني. اعتقد كده احنا كمان وصلنا للفاينل مع الكابتن عزيز بودربان. اشكرك سعداء جدا جدا وما رضيتش يعني انا بخبص كده بصيت على الساعه انت قلت انا عايز امشي 11 ونص خدنا منك ساعه مش ساعه خدنا يعني مش معقوله ان احنا نكون معاك ونقدر ننهي البرنامج قبل ساعه يعني مستحيل يعني. احنا نشكرك على يعني تضحيتك بالمهمة بتاعتك عشان تكون موجود معانا سعداء بيك واهلا بيك وباذن الله قبل ما يعني هنختار يوم كده نزور النادي الاهلي طبعا لازم يكون معانا في النادي ان شاء الله ان شاء الله. على كل حال الى فزنا على البنين غادي نكونوا ثاني الاسبوع غادي طول نحتفل على البنين في اقامتنا هنا في مصر باذن الله ونشوفونا في نفسي طبعا ضروري نشوف اخي الكبير محمود الخطيب ان شاء الله بعد مباراه بنين والمغرب إن شاء الله. تحياتنا ليك للمغرب والجزائر والتونس ولكل الفرق الافريقيه ونتمنى اقامه طيبه طبعا في بلدكم يعني وان احنا نظل على حسن الظن في تنظيم هذه البطوله مع ان نلتقي احنا والمغرب في الفاينل. ممكن نقول كلمه في 30 ثانيه طبعا غير كنتوجه طبعا لكل الشعب المغربي لانه صراحه التعامل ديالو في شخصي هنا في القاهره كيحسسني انا واحد من هاد الشعب لان في اي حته في اي مكان رحت الحمد لله كنحس براسي كأمير يجول في مدينة القاهرة وانا كنشكرهم على يعني وفائهم وحبهم انت عزيز تجاه. يا عزيز انت عزيز شكرا شكرا جزيلا للكابتن عزيز بودربالة نجم الكرة العربية والكرة المغربية واحد من نجوم الكرة اللي امتعوا العرب على مر فترات طويلة جدا كان ضيف عزيز معنا النهاردة. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل يستمر حوارنا وكلامنا عن الكان وعن الأهلي مع الكابتن عادل عبد الرحمن لاعب ومدرب الأهلي السابق بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. استمتعتوا طبعا معانا بالفقرة السابقة والكابتن عزيز بودربالو أعتقد قدم توقعات صريحة للأدوار الإقصائية اللي جاية في الكام لكن الكلام متواصل والحديث مستمر عن النادي الأهلي وعن استعدادات الأهلي في الفترة الحالية خاصة أنه مرحلة انتقالية فيها عدد كبير من الشباب اللي تم تصعيدهم للفريق الأول ولسارتي عنده إشادة واضحة جدا بيهم وأيضا استعدادات الفريق قبل السفر إن شاء الله فجر يوم السبت للمعسكر الإعدادي اللي هيكون في أسبانيا لمدة 10 أو 12 يوم هيلعب خلاله 3 مباريات ويرجع يخوض المباراتين المؤجلتين في الدوري مع المقاولين ثم الزمالك عشان بإذن الله تعالى على طريق الاحتفاظ باللقب قبل ما يدخل في كاس مصر ويبدأ بعديها مرحلة الموسم الجديد. ما بين استعدادات الأهلي وشباب الأهلي وهذه المواهب الواعدة جدا وأيضا توقعات ما يحدث في الكان وفي الأدوار الإقصائية المهمة كان من المهم يكون معانا واحد من مدربي ونجوم الأهلي السابقين وأصحاب البصمة الواضحة في هذه المرحلة السنية المهمة كابتن عادل عبد الرحمن. كابتن أهلا بيك. أهلا أستاذ إبراهيم أهلا بيك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. إيه وحشني بقالك فترة يعني. لا يعني أنا معاكم بقلب على طول يعني. لا مش بقلبك بس عايزين بعقلك كمان. إن شاء الله إن شاء الله. مستمتع بالبطولة؟ قوية جدا ولكن لكن بتاعتك دي مهمة قوي ولكن هيبقى فيها إصابات كتير قوي إصابات طبعا انت بتتكلم في فرق أقل لاعب لعب له 70 و75 مباراة أول مرة التاريخ الكان يتغير التاريخ كان في يناير كان بيبقى فيه خوف من على رجلين اللاعبين علشان بيلعبوا في الدوريات الأوروبية ولكن لما اتغيرت جت بعد نهاية موسم في لعيبه كتير واحنا عارفين ان الافارقه دلوقتي كل المنتخبات الافريقيه حتى شمال افريقيا كلهم لعيبه في انديه كبار بيوصلوا لابعد مستويات ال بطوله اوروبا والنجاح والمباريات الكثيره بيوصلوا ادوار فاقل لاعب عامل له 70 مباراه ولا 75 مباراه في السيزون هيجي اخر الموسم داخل على منحدر شويه المفطر التدريبي هينزل سنة بسيطة علشان يطلع تاني يلعب بطولة
على مستوى عالي قوي. شفنا اكتر من اصابه بخلفيات، هنشوف اكتر في الادوار اللي جايه، ولكن الجهد البدني كمان اقل كتير قوي من الجهد البدني اللي كان بيتلعب في يناير. لو عملت احصائيات على المنتخبات كلها تلاقي ان في منتخبات اقصى جري ليهم بيوصل ل 11 كيلو، المفترض ال 11 كيلو للاعب، يعني المفترض ان هو الدولي ممكن يوصل 130 كيلو للفرقه كلها بمعدل 13 من 10 ل 13، لكن في الكان في يناير كان بتوصل ل 11 وال 12، الوقت ده ممكن توصل ل 9 كيلو و10 كيلو يعني في يناير كان بتوصل ل 13 دلوقتي 9. لان في يناير انت بتتكلم في وسط السيزون، اللعيبه بتكون خاضت حوالي يجي 25 من ل 30 مباراه بس، لكن دلوقتي اللعيبه خاضت حوالي 70 مباراه او 75 مباراه. طبعا، والاصابات والطقس كمان والملل دي مهمه قوي، يعني الناس مش قادره تتخيل ان لعيب كل يوم الصبح بيروح يتمرن وبعدين ياخد دش وبعدين يروح يتغدى وبعدين كلمتين وبعدين يرجع يتمرن وبعدين ياخد دش وبعدين يروح، يعني حياه رتيبه. وبعدين كمان في حاجه، يعني انت بتتكلم في اليوم الكامل في اوروبا، يعني احنا على المستوى المنتخبات اللي بيلعبوا فيها لعيبه محليين اقدر اقول لك تمرينه واحده بتكفي في اليوم، لكن انت بتتكلم على محترفين عايشين حياتهم كلها كوره بس، يعني ممكن محاضرات في وسط اليوم، ممكن اليوم الكامل بيشتغلوا فيه، ممكن يجيبوهم من الساعه 8 الصبح يمشوا الساعه 7 بالليل، ممكن يجوا الساعه 10 يمشوا الساعه 7، فانت بتتكلم في ملل بس هي يمكن الاتحاد الافريقي نجح ان هو يغير ميعاد البطوله علشان النجوم تيجي بغض النظر عن المستوى. هو تسويق، لا هو قرار لصالح الكره الافريقيه، لان انا الاوان نتظبط كلنا في اجازات مع بعض، كلنا نرجع مواسم مع بعض، احنا كنا بننهي الموسم في عز الموسم الافريقي. بس هو في حاجه مهمه، انا يعني احنا بنتكلم على الكان بالذات، يعني كبطوله احنا بنتكلم على انها اتعملت في شهر 6 وليس شهر 1 من الناحيه الفنيه البدنيه، شهر 1 افضل لانه في وسط الموسم، ولكن من الناحيه اكتمال اللاعبين الكبار اللي هم بيلعبوا في انديتهم، لان كل انديه اوروبا اشتكت، يمكن التغيير جه من انديه اوروبا وبالذات الاربع دوريات، الضغط جه من اوروبا، بالذات ممكن نقدر نقول من اكبر دوريين في العالم اللي هو الدوري الاسباني والدوري الانجليزي ويلي ويمكن اكتر منهم شويه عشان تواجد اللعيبه الافارقه كتير الدوري الفرنسي. فاشتكوا ان اللعيبه بتسيب انديتهم في وسط في يناير وبيدفعوا فلوس كتير، فدي هيسوقوها ازاي كحته فلوس. وحته حاجه تانية مهمه، اللعيب بيفقد مكانه كلاعب اساسي، وزي اوروبا احنا مش زي مصر، يعني احنا مصر ممكن نجيب 40 لعيب في الفرق، لكن في اوروبا بيجيبوا على قد اللعيبه لان ارقام عاليه قوي فالميزانيه بتبقى محدوده. فانا لما اخسر 2 3 من اللعيبه بيروحوا يلعبوا شهر بحاله في افريقيا وما تعلمش ويرجع مصاب، يمكن انا في حاجه حضراني ميدو مثلا لما كان بيلعب في مع كان بيلعب مع دروكبا وبيلعب مع ابراهيموفيتش في مارسيليا، لما جه منتخب لما جه كان هو اساسي وكان بيلعب بصوره مستمره، لما جه يعني بلغه الكره ركبوا هم ولعبوا بقوا افضل واشتغلوا اكتر منه لبقيه السنه، لاني انا كمدرب ما اقدرش ان انا لعيب يبعد عني يبعد عني لمده شهر مش هعمل حسابه، ولو واحد تاني اتقن واشتغل وبقى افضل ما اقدرش ارجع التاني اعمل الريسك ده. فعشان كده ال 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 القرار جيد جدا لاستقطاب اللعيبه الكبار يلعبوا، ولكن بدنيا وفنيا مش هيبقى جيد قوي. هرجع لك يا كابتن طبعا بالظواهر الفنيه لان تحليلاتك مهمه في الجزئيه ديت، لكن يا باشمهندس امبارح كان في حدث مهم جدا النادي الاهلي اسهاما منه مع اللجنه المنظمه لكاس الامم الافريقيه، استضاف عدد كبير جدا من الزملاء الاعلاميين من كل الدول الحقيقه، اعلاميين اوروبيين وعرب وافارقه، اكثر من 100 صحفي واعلامي كانوا موجودين. يمكن دي لقطات من الحضور يا باشمهندس. حدث مهم جدا 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 لانه بيدخل الناس اللي جايه تغطي ثالث اكبر بطوله كرويه الى اهم نادي في افريقيا، وبيتجولوا وبيحسوا انه اليوم ده خرجوا من الرتابه اللي هم فيها بالظبط،
يعني ودخلوا النادي وكانوا انت زي ما انت شايف بيصوروا كل صغيره وكبيره في النادي الاهلي. الزميل جمال جبر مدير المركز الاعلامي كان الحقيقه مع العميد محمد مرجان، واحنا هنعمل يا استاذ ابراهيم على التواصل معاهم ونبقى نستضيف حد يحدثنا عن الزياره دي طبعا لان هم الحقيقه هم اهتموا كمان يا كابتن عادل انهم يروحوا ملعب النادي الاهلي اكيد لانه طبعا. كلهم عارفين معلومه انه ده الملعب اللي استضاف اول بطوله في مصر 59 يعني مصر لما استضافت اول مره البطوله 57 اتلعبت في السودان 59 اتلعبت في مصر في ملعب النادي الاهلي طبعا. ويهمهم حاجه مهمه قوي ان يشوفوا نادي القرن الافريقي يشوفوا النادي الاهلي اللي صيته صايم يعني كبير قوي في افريقيا عاوزين يشوفوه ازاي بيتداروا ازاي وشكله ايه يمكن في اكتر في من اكتر واحد في اكتر من ناس قابلوني يعني واتكلموا معايا انبهروا بالنادي الاهلي مدينه نصر كمان من ناحيه دلوقتي بعد التطوير اللي حصل فيه لا والملاعب كمان يعني نتكلم في نادي فيه اربع ملاعب جيده جدا اربع ملاعب على مستوى عالي قوي غير النادي الاهلي الجزيره غيرها ان شاء الله يبقى في زايد هيتعمل فيه كذا ملعب وهيتعمل فيه كذا ملعب فاحنا بنتكلم لما نوصل لدرجه ان احنا يبقى عندنا اكتر من ملعب يمكن في انديه كتير قوي في افريقيا ما عندهاش الا ملعب واحد فعلشان كده النادي الاهلي لما الناس دي تشوفه بتعرف ازاي ان النادي الاهلي فعلا هو نادي القرن لما بيدخلوا الاجانب بالذات فكره ان يبقى في ملعب في نادي عنده نشاط اجتماعي واسر هم بيبقوا مبهورين من الفكره مش موجوده شافوا ناس طبعا يعني في اسر وناس واطفال لا النادي عندهم ملعب كوره واداره طبعا مفيش الخلط ما بين النادي الاجتماعي مع النادي الرياضي لا ومفيش الالعاب دي كلها اللي بتتعمل يعني انت بتتكلم في مثلا نادي ريال مدريد ولا برشلونه بيبقى عندهم خمس ست لعبات فقط لا غير لكن بتتكلم في النادي الاهلي وانتوا ادرى مني بعدد اللعبات بتبقى كتير قوي 19 لعبه كفيله ان هي تعمل انديه كتير في اوروبا يمكن اولاد وبنات لو اندمجوا كبار وصغيرين لو اندمجوا لا وغير الاكاديميات الاكاديميات انا بتكلم في اكاديميات ممكن تستوعب حوالي يجي 10,000 في اللعبه او 5,000 لاعب او لاعبه في اللعبه الواحده فانت بتتكلم في كيان كبير قوي فيعني هي السعاده ان الناس تيجي تشوف النادي الاهلي على حقيقته دي حقيقه ويشوفوه ده النادي اللي خد سراج برضه كان في استقبالهم الناس اللي خد البطولات كتير قوي ودي حاجه كويسه لمصر كمان لان النادي الاهلي قبل ما بيمثل نفسه كمان بيمثل مصر يعني ودي ايناس الاستاذه ايناس مظهر الزميله ايناس مظهر الصحفيه بالاهرام هي المنسق الاعلامي للدوره الحقيقه باذله مجهود كبير جدا معاهم هي خبرتها وهي في التنظيم والخبره الافريقيه جباره دلوقتي. صحيح متواجده دايما في كل الاحداث وشيء طيب جدا كمان انك انت هتلاقي اوروبيين وافارقه وعرب يعني حتى مندوبي وكالات الانباء العالميه انه يبقوا موجودين زي ما المهندس عادل قال بعد يوم عمل طويل جدا بقالهم قد ايه من بدايه الدوره ومعظمهم جه مصر قبل الافتتاح فباذلين مجهود كبير يومي ما بيصدقوا يلتقطوا الانفاس شويه. اكيد طبعا. احنا حديثنا النهارده معاك هيكون في على محورين. اوكي. طيب قبل ما ناخد المحورين المهمين معانا على الهاتف الزميله الاستاذه ايناس مظهر المنسق الاعلامي للبطوله. يا استاذه ايناس اهلا بيكي. اهلا بيكي يا استاذ ابراهيم. ازاي صحتك؟ وعلى وكابتن عدلي وكابتن عادل مساء الخير عليكم اهلا وسهلا ازي حضرتك انت صوتك كويس اهو يعني برضه مش تعبانه انا كنت نايمه احنا ما بننامش حضرتك طيب اجازه النهارده فالكل مريح وليه؟ لا احنا حتى ايام غير المباريات بنبقى بنشتغل برضه يعني لازم في متابعه على طول يعني صحيح لو انت ما شاء الله في كل الدورات حاضره بمجهود كبير اشكرك ميرسي قولي لي يا ايناس انت كنت مرافقه امبارح للزملاء الاعلاميين من كل الدول اللي زاروا النادي الاهلي مبدئيا انت سجلت الزياره دي ازاي بص حضرتك اولا احنا في البدايه طبعا احنا بنشكر المبادره دي مبادره النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس الاداره ومدير النادي بصراحه واستاذ جمال جبر هو اللي ابتدى معايا الاتصال وده كان حتى من قبل البطوله يعني قال لي احنا النادي يعني عايزين ان شاء الله نرتب لكم زياره اثناء البطوله بس قولوا لنا ايه هو الميعاد يعني
اللي ممكن يسمح بتواجد الإعلاميين والصحفيين. هنستضيفهم في النادي يوم كامل يقدروا ان هم يشوفوا فيه النادي ويتعرفوا على النادي وتاريخ النادي. فدي كانت المبادره. وبصراحه كابتن الخطيب كان حريص على دي وكان مهتم جدا انه يحضر الحياة، بس ظروف المنع. طبعا احنا مقدرين طبعا للظروف، وكان عضو مجلس الاداره الاستاذ محمد سراج كان موجود متابع معانا وكان في الرحله في الجوله ديت، ومعانا طبعا الاستاذ جمال جبر كان موجود. فدي الحقيقه. وطبعا العميد مرجان كان برضو متابعنا في الزياره. هي القصه كمان يعني ان كان في يعني كان رسميا كمان يعني اداره الاعلام او النادي خاطب اللجنه، سواء اللجنه المنظمه المحليه والاتحاد الافريقي، يعني جميع الاطراف الخاصه بكده، واحنا قمنا بالاتصال بالصحفيين الافارقه. بس اللي عايزه اقوله لحضرتك يا استاذ ابراهيم ان يعني قبل احنا ما نعلنها، يعني احنا في واحنا بنرتب، فوجئت ان معظم الاعلاميين الاجانب والافارقه كلهم بيطلبوا مني يعني بصفه شخصيه، بيقولوا لي ممكن تقدري تساعدينا نوصل للنادي الاهلي، عشان احنا عرفنا ان قبل كده كنت برضو بتساعدي زملائنا من الاعلام الاجنبي اللي عاوز يجي يسجل او يلتقي بمسؤولي النادي الاهلي، كنت انت اللي بترتبي له الزيارات دي. يعني هي كانت رغبه وطلاقت يعني. بالظبط يعني. فانا استغربت، قلت لهم يعني بامانه يعني كل الطلبات اللي انتوا طالبينها ديت، انا عايزه اقول لكم ان النادي الاهلي هو اللي بادر بالمبادره دي، وهو اللي فكر في كده، يعني كان بالظبط كان بيقرا افكاركم، وهو هيظبط وهنظبط يوم وهنبلغكم باليوم. فمش عايزه اقول لك كم الاهتمام بالبطوله، لدرجه باليوم دوت بيوم الزياره، لدرجه ان في ناس جت، وكان رغم ان هي كان لازم تحضر التدريبات الخاصه بفرقها، وفي ناس فضلت انها تيجي من المدن المختلفه من اسماعيليه او من السويس عشان الزياره ديت مخصوص، يعني ما حبوش ان هم تضيع منهم الفرصه ديت، فرصه للوجود داخل جدران النادي الاهلي. الزياره طبعا كانت بالنسبه لهم مفاجاه من ناحيه ان هم معتقدين ان النادي الاهلي هو عباره عن نادي كروي، او زي ما احنا كلنا سافرنا بره وشفنا ان كل انديه العالم بالذات الكرويه في سواء في افريقيا او في اوروبا كلها عباره عن استاد ومبنى اداري فقط. ففوجئوا لما شافوا فرع الجزيرة بالكامل، وابتدينا نشرح لهم ونقول لهم تاريخ النادي وال 18 رياضة اللي موجودين داخل جدران النادي، وإزاي إن هو نادي رياضي واجتماعي، اللي كم الجوائز. وطبعا احنا فهمناهم ان مش هي دي كل الجوائز اللي يمتلكها النادي، ولكن هناك زي ما بلغني استاذ جمال وانا ترجمت لهم ان في كتير من على مدى السنوات من 1907، ولكن في المخازن، وان دول جزء من الاتشيفمنتس الانجازات. دي 10% من الرصيد اللي موجود في النادي الاهلي. بالظبط. فهم الفكره دي يعني مش قادرين يستوعبوها، ازاي تاريخ النادي مع القدره على ان هو يبقى نادي رياضي اجتماعي، وفي نفس الوقت ابتدوا بقى يسالوا عن الارقام، كام اسره، كام عضويه، ومش فاهمين قصه العضويه، يعني قعدت افهمهم يعني ايه ان احنا بتبقى عندنا. واللي فاتني كمان ان انا كمان من خبرتي، عشان انا عضوه في النادي، فقلت لهم انا لو هكلمكم كعضوه، احنا بنعمل عضويه، العضويه دي او الاشتراك الاساسي بيبقى مدى الحياه، وبعدين بيبقى في اشتراك سنوي، وازاي ان العضويه بتورث؟ يقول لي يعني ايه بتورث؟ قلت لهم ايوه، يعني كله بقى الاولاد لما بيكبروا بيتجوزوا بيدخلوا الطرف الاخر، وبعدين الاولاد فالقصه دي مش يعني خدوا وقت على بال ما يستوعبوها، وابتدوا يسالوا زي ما بقول لحضرتك اسئله دقيقه، ويحسب يعني يقول لي كام اسره، فقلنا مثلا في حدود 150 الف اسره، يعني يقول لي يعني لو اربعه يبقى ده العدد. وبعدين كمان ابتدينا نتكلم عن الفروع. في نظام الار يعني. الله اكبر. لا هم مبهورين بالتجربه. طب انا هسالك سؤال، لاني كنت ملاحظ ان
بيتقفوا يصوروا مثلا تمثال الكابتن صالح، مختار التتش، النصب التذكاري بالظبط دي كان كمان. لا دي النصب التذكاري بتاع الشهداء، عرفوا القصه دي وفهموها عرفوا طبعا طبعا، فهمناهم وقلنا لهم على تاريخ كل تمثال او تاريخ كل النصب التذكاري، وكمان قصه استاد التتش وان هو استضاف الفاينل في 1959 دي برضو استغربوها، وخاصة لما دخلوا جوه وشافوا الفرق ما بين هنا، فقلت لهم يعني النادي الاهلي هو كان يعني صاحب اول فاينل كان تم استضافته في مصر في 59 على استاد التتش قبل بقى استاد القاهره وكل الاستادات الكبيره اللي انتم شايفينها دلوقتي، فهي طلعت من النادي الاهلي. فطبعا كل دي بالنسبه لهم انجازات، وابتدوا ان هم يعني عايزه اقول لحضرتك ان هم عملوا لقاءات كتير، ومن ضمن اللقاءات حتى اللي عملوها معايا ان هو ازاي او ايه هي مثلا النصائح او اللي ممكن تجربه النادي الاهلي ننقلها في بلادنا علشان بلادنا، وعلى فكره ده كان مختلف يعني في انجلترا سالوا نفس الاسئله، بالنسبه لافريقيا جنوب افريقيا دول كبيره دول المغرب وشمال افريقيا كان في اعلام اوروبي يا مدام ايناس؟ ايوه كان في اعلام اوروبي. انا عايزه اقول لحضرتك ان اذاعه البي بي سي نفسها الانجليزيه هيئه الاذاعه البريطانيه كانت ممثله راديو وتلفزيون، وفي ثلاث ام كانوا موجودين عملوا تقارير لمده تقارير بثلاث لغات مختلفه الانجليزيه والفرنسيه والسواحليه، لدرجه ان هم في حاجات ما لحقوش يخلصوها امبارح رغم ان هم راحوا بدري، لكن لان هم بيعملوا تقارير كامله عن النادي فطلبوا الاذن ان هم يعودوا النهارده يرجعوا النهارده تاني واستأذنوا، واستأذننا استاذ جمال جبر واستأذن العميد مرجان ووافق على دخولهم ان هم يكملوا تصوير ويكملوا لقاءات، ده لوحده اذاعه هيئه الاذاعه البريطانيه، وكانت بقى معانا الفرنسيه والالمانيه، لا كان في اجانب كتير هم كمان مهتمين اكتر كمان من الافارقه والدول العربيه. طب انت يا تري ان دي عملت مزيد من الضوء على الكره المصريه عامه وعلى النادي الاهلي بشكل خاص، وهيبقى لها تاثير ومردود سياحي ربما، يعني الموضوع يكون اكبر من مجرد زياره؟ بالطبع بالطبع طبعا ده بالتاكيد هيحصل، وهم في ابتدوا يكتبوا يعني اولا كان في انطباعات كتير على تويتر وعلى السوشيال ميديا عن الزياره دي، لدرجه ان في صحفيين ابتدوا يجوا من امبارح والنهارده اللي هيتابعوا من الدور ال 16 وزعلانين ان هم ما قدروش ان هم يلحقوا بالزياره دي. رتبي بقى للمجموعه اللي ما جاتش، رتبي لهم يوم كمان. يا ريت والله نقدر نعمل كده فعلا، لازم في ناس كمان ما قدرتش ان هي تيجي وتحضر علشان كانوا مشغولين مع فرقهم، فلما سمعوا من الزملاء فنفسهم ان هم يجوا، لان كمان كان في حفاوه الاستقبال ويعني اعجبهم كمان لما رحنا حمام السباحه ما بقوش مصدقين يعني ايه الناس دي اعضاء جايين بيعوموا ببلاش، يعني القصه دي وازاي ان النادي بيستفيد او الاعضاء بيستفيدوا لحد الساعه 6 وبعد كده بتبتدي تدريبات السباحه والغطس والباليه المائي والووتر بولو، فبالنسبه لهم الحاجات دي استغربوها يعني ان الناس كلها، وفي نفس الوقت قالوا لي ده مكان وصفوه سيفتي اند سكيورد، امن وامان بالنسبه للاطفال بالنسبه للعائلات، قلت لهم ما فيش طفل يقدر يدخل يخرج لوحده، اول ما يلاقوا الطفل ماشي لوحده هيوقفوه عند البوابه، فبالنسبه لهم كل اللي شافوه استغربوه، يعني حسوا ان هم ان كان النادي الاهلي كيان منفصل لوحده دنيا لوحديه، دنيا بالظبط دنيا لوحدها طبعا. فاحنا انا مدام ايناس فخور طبعا بالنادي الاهلي وبكل الانطباعات اللي انا مدام ايناس بسمي، وكنت عامل مشروع مبني على الجمله اللي هقولها لك دي وباذن الله يتعمل، يعني الاهلي بلانيت، الاهلي بلانيت، كوكب الاهلي طبعا طبعا اكيد اكيد لازم 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 حضرتك تبتدي بقى في المشروع. لا وانا وانت معانا انا بسال المهندس عدلي اهميه ان كان يبقى عندنا متحف الاهلي في مثل هذه الزيارات يا باشمهندس.
لا ما ده المتحف ده يعني والله مشروع متكامل ملح اكتر. عايز ده عايز بس لحظه الانطلاقه، لكن هيكون لنا لقاء معاكي تاني يا مدام ايناس باذن الله، ونتكلم على امور، ويا ريت تشرفينا مره كده تقول لنا اذا كنت هتفضي مره الله، ونتكلم بقى بتفصيل اكتر مع الزياره دي وتداعياتها وكيفيه الاستفاده منها على مستوى الرياضه بشكل عام. نشكرك جدا جدا، والى لقاء باذن الله في استوديوهاتنا باذن الله. شكرا جزيلا للزميله ايناس مظهر الصحفيه بالاهرام والمنسق الاعلامي للبطوله. كابتن عادل، اعتقد مساله مهمه جدا للاعلاميين ان يكونوا موجودين في الاهلي في حدث بالزخم ده. يعني انا اولا سعيد بالبطوله جدا، من اول حاجه من الملاعب، انا بتكلم عامه على البطوله، من الملاعب من الافتتاح حتى الناس اللي بتشتغلوا فيها بيشتغلوا باحترافيه كامله قوي. انا شايف ان احنا عدينا خدنا خبرات كتير قوي، لا وعاملين بطوله جيده جدا. ويمكن يمكن انا فوجئت ان هي الكلام اللي انتوا كنتوا بتقولوه قبليها انه هي النادي الاهلي قدم، لا ده هي قالت ان هم اصلا كانوا عايزين يجوا، وهي دي حاجه طبيعيه. لا وحتى لقطه النصب التذكاري ان هم يجوا ويشوفوا تخليد الاهلي لجمهوره او الشهداء من جمهوره، مسألة فيها لمسة إنسانية يا باشمهندس بإذن الله، ودي هيبقى لنا عشان الراجل بس إيه يكلمنا. بس في نقطة في دي، أي حد يبقى عارف النادي الأهلي أو أنت رحت إنجلترا مثلا مانشستر يونايتد أو أي حاجة، أي واحد مختص بكورة يعني عاوز يشوف البطل ده إيه، عاوز يشوف البطل في بيته. أيوه أيوه، دنيته عاملة إزاي؟ في دنيته عاملة إزاي؟ فهم أنا متأكد إن هم ما كانش متخيلين إن في الموضوع ده، ولكن هم في البداية عاوزين يشوفوا النادي اللي بيحقق البطولات دي كلها. النادي الأول في العالم كان في يعني مناصفة مع أندية كبيرة قوي في العالم، إن هم أكبر بطولات في العالم، فعاوز يشوفوه عامل إزاي. فوجئوا إن في حاجات أفضل وحاجات أحسن وحاجات كتيرة قوي، ممكن إحنا سباقين في كل حاجة في النادي الأهلي، هذه حقيقة يعني. ممكن على تبقى على ذكر في العالم كله، على ذكر حتة الجمهور، لأنه في ناس كتيرة من مشجع أهلاوي يا باشمهندس كان دائم السفر ورا الأهلي في كل مكان. منصور رمضان فيجو توفاه الله في حادث الاوتوستراد، الحادث المروع اللي راح فيه 12 واحد قبل ايام، منهم هذا المشجع يعني كان منتقل ورا الاهلي علشان يتفرج عليه، وكان باستمرار بيبقى موجود منصور فيجو زي ما زمايله عارفينه. الكل بينعيه الحياه في السوشيال ميديا كلها، هنوري حضراتكم بعض الصور ليه، لانه قد ايه الشباب مهتم جدا في انه ننعي هذا الشاب، لانه كان متحرك ورا النادي الاهلي، كان حريص على التواصل. الشباب بيرصد قصص الاخلاص للنادي الاهلي باستمرار وبيحترمها ورا الفريق، فده وفاء الاهلي لجمهوره. اكيد طبعا. هيجيبوا لنا صور هيجيبوا صور طب كابتن عادل، ادي منصور فيجو عشان كل الجمهور عارف، صغير برضه يعني منصور رمضان فيجو رحمه الله عليه، ربنا يتولاه برحمته، كان حريص يتصور في ملعب التتش وصوره حتى على الفيسبوك، وهو حاطط كل صوره وهو في النادي. ربنا يتولاه برحمته ويصبر اهله وكل اسره. كابتن عادل بسرعه كده، الاهلي خد مجموعه من ناشئي النادي الاهلي ال 99 وال 97، بس معظمهم 97 يعني خد حوالي 6 من ال 97 وثلاثه من 99، ده غير المعارين. غير المعارين طبعا اللي هم خلاص عبروا عن نفسهم يعني وحققوا نجاح. انت كان ابتديت الموسم مع المجموعه دي كلها، تقدر تقول باطمئنان كده ان دول هيكونوا نجوم للمستقبل؟ انا اول ما جيت حبيت اشوف القوام بتاع اللعيبه، يمكن انا كنت الفرقه اللي انا جاي امسكها ما كنتش بص على بطوله، الفرقه بقى لها 4 سنين ما كانش بتاخد بطوله، ولكن انا كنت باصص على اللاعبين الجيدين. فانا ما اعتمدتش على الفرقه دي بس، اعتمدت على من اول سن 16 سنه كمان، لان يمكن العربي ده واحد من عربي بدر ده انا جبته من اول ما شفته ما يلعبش تاني. مواليد 2000 ده 2001 قلت من عندي لفوق ما ينزلش تحت تاني خالص يمكن. لكن الفرقه احنا عندنا حوالي يعني ده مش سر طبعا، لكن انا هقول لك الاعداد، احنا عندنا حوالي 58 لاعب ما بين الفريق الاول وما بين
في المعارين وما بين الباقيين من ال 97 فقط وال 98 اللي هو السن اللي اتلغى خلاص. فانت عندك مجموعه لعيبه جيده جدا، اللعيبه اللي احنا شفناهم اعاره بره دول ما عندهم بقى وما عندهم خبرات عاليه قوي، لا واللعيبه اللي متواجده يمكن اللعيبه اللي اتاخدت انا عرفت الاسماء، في كمان لاعبين تانيين لكن هو العدد بس انك انت ما تقدرش كمدرب تمرن مجموعه كبيره، ولكن عندنا لعيبه انا مطمئن جدا. انا بقول ان النادي الاهلي كان يقدر يخش في بطوله الدوري مره واتنين بفرقتين لانه عنده لعيبه كويسه قوي تحت. يمكن انا قلت كلمه من اول ما جيت قلت انا يعني انا شايف ان مستقبل النادي الاهلي في الايام الجايه بالنسبه للاعبين مستقبل واعد جدا، ويمكن في لاعبين كمان المهندس عدلي عارف وعارف اسمائهم جابوهم ولسه بيتحضروا، المفترض ان هم بيتحضروا اللي هم كانوا 2003 و2002 والحاجات دي كلها. لكن انا مطمئن جدا لوجود اللعيب، ولكن الاطمئنان يزيد امتى؟ لما نعمل له لما يبقى عندنا استراتيجيه للولاد دول هنعملها هم، يعني افتكر ان النادي لازم يعملها استراتيجيه ان زي ما اتعمل لاعبين طلعوا اعاره ما بعد الاعاره، دي حاجه مهمه جدا. اللعيبه اللي هترجع اكتسبت خبرات، واللعيبه من دول اللي طلعوا في الفريق الاول انا شايف ان هو حوالي مثلا 50% من اللعيبه الجيدين في الوقت الحالي اللي ممكن يطلعوا فيه خمسه سته كمان مفترض يطلعوا، ولكن لو ما طلعوش هيبقوا اعاره ثانيه. يمكن في لازم يعني لازم يتشاف طريقه ما انه يبقى فيه اكتر. احنا كان عندنا 13 لاعب اعاره، 13 لعيب اعاره و12 لعيب في الفريق الاول مسجلين منهم حوالي تسعه تحت مسمى الفريق الاول وما بينزلوش خالص. يعني انت عندك فرقه فوق كامله بالاحتياطي بتاعها. فافتكر ان انا يعني سؤال للمهندس عدلي، لا انا مطمئن جدا بالعكس، ده عندنا قدرات وعندنا لاعبين اكتر، ولكن قدر اللاعبين عشان بس الناس لازم تعرف، لان الناس كتيره قوي بيسالونا بيقولوا ايه العدد اللعيبه اللي عندكم، طب اللعيبه دي ما بتلعبش ليه كتير؟ احنا النادي الاهلي بيلعب على بطولات، ما ينفعش انك انت كل سنه تغير تيم بتيم بالزبط. بتيم بالظبط، ودي الناس مش قادره تتخيل. انا لو غيرت كل سنه خمسه يبقى كل ثلاث سنين عندي فرقه جديده طبعا، ولو غيرت اثنين هو مكسب كبير او اثنين، لانك انت فرقه احيانا انا مش هقول مسميات او اسماء انديه يعني، بس هقول لك يعني يجي يقول لك قطاع الناشئين في النادي الفلاني ده افضل قطاع ناشئين، لا او انت النادي الاهلي احيانا بنقعد نتفرج، ويمكن بدر رجب كان موجود قبليها من الناس اللي هم اثروا كتير قوي في النادي الاهلي بمجايبه لعيبه كتير قوي. احنا بنتفرج على مباراه مثلا ناديين بيلعبوا بعض بنبقى مررنا مش مروا علينا في النادي الاهلي، بيبقى مررنا حوالي يجي 10 12 لاعب من الفرقتين من قطاع الناشئين النادي الاهلي، ولكن قدرك انك انت ما تقدرش تلاعب كل سنه ناس جداد، انت بتلعب على بطولات. في انديه بيتقال عليها بتطلع ناشئين لانها ما بتلعبش على حاجه، هم طول الوقت بيلعبوا وبيلعبوا لعيبتهم لانه مش مطالب منهم بطوله. صحيح. يعني ده احنا جينا في يوم من الايام خدنا اربع بطولات في النادي الاهلي. أي. يمكن سنه 94 اللي خدنا بطوله افريقيا دوري وكاس، ده الولد الفلسطيني لا ده انهي ده صلاح، لا ده صلاح، ده صلاح بتاع الوسط، صلاح نص الملعب، ده عيب كويس. وفي كمان لعيبه متواجده، يعني في محمد نصير. محمد نصير ده من افضل اللاعبين اللي متواجدين في النادي الاهلي، دي حقيقه. يمكن لسه هو مواليد 2001 برضه، لا ده دوره جاي، لا بس هو لعيب كبير حاجة جدا، جامدة. يعني حاجه جامده، حاجه جامده. لا وايه كمان يعني يقدر يلعب دلوقتي جسمه طبعًا. اسمه ايه نصير؟ محمد نصير، محمد لعيب كويس، صلاح أوتاكا. وده صلاح أوتاكا ده نص الملعب ده 98، ده اللي كنت بسال عليه. في 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 عدد من اللاعبين لو قلنا الاسماء فيها، محمد عبد المنعم من 99 ده خلاص ده طاب قوي، ده استوى قوي قوي. لا يعني وتاخر مركزه يا كابتن، هو طالع معاهم سرد باك هو متواجد من يعني تقدر تقول حماده صدقي جديد، يعني حماده صدقي جديد لعيب كويس قوي 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 يعني، وعنده قوه. وفي كمان ميشو سرد باك تاني بيلعب، طلع معاهم برضه، وطلع معاهم. وفي لعيبه كتير انا مش عايز اسمع، يوسف علاء من اللعيبه الكويسين قوي، هشام الفرود من اللعيبه الكويسه، هشام شعبان من اللعيبه الكويسه قوي، وده شادي صغير، ده شادي رضوان ممكن يعني يا باشمهندس انا نفسي العب 16 سنه يعني انا لا يهمني ان انا العب بسن صغير، يعني انا كنت بلعب في صالح
صلاح صالح فيرود باين الفيرود بتاع 99 يعني في لعيبه الفكر بتاعه يقدر دلوقتي يلعب في الفريق الاول. ما هو مش لازم مهاره بس، احنا يمكن عندنا او ده بقى ده العربي بدر ده من اللعيبه اللي ان شاء الله هتلاقيه في المنتخب قريب جدا قوي، يعني لما يلعب للنادي الاهلي. ده قصه متكرره من حسام عاشور على 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 في حاجات. ده المباراه الوديه امبارح اللي شارك فيها الشباب. لا وفي لاعبين كتير جدا، يعني لعيبه من اللعيبه اللي تقدر تلعب وتتواصل وتلعب وتطمئن عليها. يعني يعني على مثال حراسه مثلا، حراسه المرمى يعني. احنا عندنا حراس مرمى، انا افتكر هم خدوا رمضان. انا شايف ان مثلا بجد ان في عندنا حراس مرمى ممكن يلعبوا لك 15 سنه، منهم مصطفى شوبير. مصطفى شوبير من الحراس الجيدين جدا 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 جدا، متميز لاقصى درجه. احمد طارق برضو حارس كويس. حمزة. رمضان حمزه لا صغير 2001 ده بيحكوا عن ده ممكن يبقى حاجه كويسه قدام. انت عندك حراسه مرمى كويسه قوي، حتى مدافعين كويسين، ولكن هي الاحتياج انت ايه؟ علشان كده احنا محتاجين هناخد افضل عناصر ونودي افضل عناصر تلعب بره وترجع تاني ويفيدوا انديه ويستفادوا هم، وان الاوان بقى ان النادي الاهلي كمان يشتغلها. يعني انا شايفها زي البيزنس، يعني ان يقدر يعمل اعراض بارقام عاليه قوي. خلاص يعني زمن الارقام الضعيفه انتهت، يعني لان اللعيبه دي اتعب فيهم جدا واتعمل لعيبه كويسه وناضجين. طب البعض بيشوفها كابتن فكره الاعاره، على قد ما كل مكاسبها ديت، لكن انت نادي بتربي لعيبتك بشكل معين الحقيقة. بيخرجوا بره ده هو إيه؟ هو من اصحاب من الناس دي يعني عندهم التخوف ده. لا انا كنت انا اصلا ما بحبش الاعراض في البدايه. لو توديني اعاره توديني اعاره بشروطي. ما ينفعش فلوس بس اذا ما لعبش مثلا هاخد 60% اخد منك. دي الفكره اللي اول ما جينا طرحناها، ان مديهولك بهدف انه يلعب. الحاجه الثانيه المهمه بقى هي دي اللي بتخوفني انا، الناحيه الاداريه للنادي الاهلي مختلفه عن انديه كتير. عودوا على سيستم معين. فانا دلوقتي في الوقت ده ان انا ممكن لازم اتابع اللعيب كنادي اهلي. مش في نادي، مش هتدخل في نادي، ولكن لازم يبقى متواجد. شوف الناس معاه اتغير ولا ما اتغير ولا ما اتغيرش، عشان حتى لما يرجع في لاعب ممكن ترجعه انك انت شايف ان هو ممكن يعالج لو لقيته مشي كده شويه. وفي لعيب ممكن تفضل انك تبعده حتى لو لعيب كويس، انك انت ما ترجعوش تاني لانه اكتسب صفات او ما التزمش. علشان النادي الاهلي لود قوي على اللاعب، ضغط كبير، اللاعب لازم يبقى ليه سمات وصفات خاصه، لانك انت مضغوط طول الوقت، وانك طول الوقت وان واي، انت بتلعب على حاجه واحده بس. علشان كده بقول ان التجارب في الـ في الـ في الاعراض في انديه معينه انت تقدر تديها للعيب وانت مغمض، وفي انديه اخرى ما تقدرش تديها لو عندك لعيب مميز عايز تعده ما تودهوش. يعني انا مش هقول اسماء، ولكن انت بتتكلم في ان الاعاره لو وانت طالع اللعيب هيستفاد فنيا وكمان ما يتاثرش اداريا، دي مهمه جدا، و يعني سلوكيا كمان في حته كره القدم. يعني يعني انت ممكن تلاقي كره القدم في الناشئين اصلا بيجي لي خواطر كده، عشان نتطور صح محتاجه معالجين، مش معالجين، محتاجه يعني تعامل نفسي وخبراء نفسيين في المرحله المراهقه دي، ازاي يتعاملوا مع الاضواء وازاي يتعاملوا مع الاهداف وازاي يتعاملوا مع النجوميه. اكيد طبعا. يعني انت ما هو الهدف من اني مدرب قطاع ناشئين؟ انه يشتغل فيه انه يطلع لاعب مش فنيا جوه الملعب بس، لا يطلع لاعب منضبط، يطلع لاعب سلوكيا كويس، كل الحاجات دي بالعلم دلوقتي. يعني احنا شايفين ان الكره خلاص بقت صناعه، انك انت تعرف تصنع نجم. يعني بره في اوروبا او في امريكا، يمكن امريكا افضل بلاد العالم في صناعه البطل. انت لازم تبقى عندك شبه الفكره دي، مش احنا مش بنصنع بطل جاري ماريسون، ولكن انت بتصنع بطل يدافع عن نادي بيكسب دائما. له ظروفه. يبقى ده لازم يبقى فيه معالجه نفسيه، لانه اللاعبين
يمكن احنا خلاص الاعداد النفسي ده بيبقى من ضمن الجهاز الجهاز الفني للفرق الكبيره، ما بالك للاصغر. الاصغر انت بتحط اساس للاعب، فانت ممكن لازم تجيب له كل الاهداف. يمكن باشمهندس انا اقول لحضرتك، انا من الحاجات اللي فكرت فيها ان انا كنت بشوف اللاعبين احيانا الحكم بيديهم انذارات، واحيانا الحكم بيتكلم معاهم في حاجات في قوانين في اللعبه هم مش فاهمينها. فانا كنت حريص عليها. حتى سمير عثمان، كان الكابتن سمير عثمان كان بيجي لي دايما، عملت كذا محاضره بيه، لازم اللاعب يعرف يعني القوانين الجديده اللي نزلت دي. انا متاكد تماما ان في لاعبين لو ما سمعوهاش، في لاعبين ما يعرفوهاش. يعني احنا كنا مع الكابتن العزيز فكلموا على عصبيه زياش، فقال هو مش ما خدش باله ان القانون اتغير، يقدر يطلع من اي حته، مصر يطلع من الجنب والحكم بيقول له اطلع من هنا، فحصل نوع من الاحتداد منه. يعني زي قلت انت بتطلب مني اعمل حاجه غلط ازاي؟ دي كان ممكن الحكم يديله انذار، وهو فعلا الحكم عمل نفسه ما خدش باله وراح لافف يعني لانه شوح له. لكن لو كانت قعد معاه، وانا بكلمك على لاعب بيلعب في اياكس، لكن هو انا بتكلم بقى، انت لما تيجي لازم اللاعبين تقعدهم قصادك وتقول لهم القانون. يعني في حاجه مهمه، التعديله اللي قبل دي، قبل كاس الامم كان في تعديله قبل كده للحراس المرمى، انك انت لو جاي عليك فرود ونزلت له من تحت وخبط رجله في ايدك وخدت البنالتي بيحسبها بنالتي وبيديك انذار اصفر. لكن لو زقيته من فوق لمجرد الزقه وخليته يختل توازنه بيديك احمر. ده تعديله جت في جوان كتير قوي مش عارفينها. حتى البنالتي لما بتيجي تشوط بنالتي الجون اتحرك ياخد انذار وتتعاد، لو اتحرك تاني في نفس اللعبه ياخد انذار وطرد ويتعاد. ما كل القوانين دي لازم اللعيب، فعلشان كده لازم اللعيب يبقى مثقف فاهم يعرف ازاي عشان يسهل عليك الامور. والحاجه المهمه في الاخر انك انت تخليه محترف، اللي هو الاحتراف اللي يساعد ناديك عليه علشان انت ما تدفعش فلوس في لاعب مهم واللاعب يغزلك او ينتهي ويضيع عليك الفلوس. قبل ما ننتقل الى البطوله العربيه، سؤال البطوله الافريقيه من كثر ما تالق المنتخبات العربيه في الافريقيه، توحيد النسق او التكتيك سيستم، طريقه اداء الفريق الاول، هل ترى ان من الصح لازم توحيد الاسلوب الفني؟ اكيد طبعا. يمكن حضرتك قلت حاجه مهمه جدا كابتن عدلي، التوحيد اهم فرقه يبقى توحد مع الفريق الاول للفرقه اللي تحت الفريق الاول. لازم تلعب بنفس طريقه اللعب، لازم تلعب حتى باشخاصها بيلعبوا ازاي. انت لازم علشان لما تاخد لاعب يدخل على طول في المنظومه المدرب ما يفهموش. ممكن اتغاضى عن التعليم تحت، ان انا ما العبش بسيستم الفريق الاول، انا بعمل مهاره وبعلم لاعب يبقى لاعب متكامل مهاره. لكن حته السيستم وطريقه اللعب يجب ان الفرقتين اللي تحت الفريق الاول لازم يلعبوا بيها علشان انت اللي بتاخد منهم. والحاجه الثانيه المهمه، ما فيش اعمار سنيه بتبقى فيها يعني لا يصلح انك انت يبقى عندك لعيب عنده 16 سنه وقدراته يقدر يلعب في ال 20 سنه ومدرب ال 16 سنه يقول لك انا عايز العبه معايا، لا يصلح تماما. لانه احنا بنصدق ان احنا ننططه سنه واثنين وثلاثه واربعه عشان الفكر بتاعه ينضج بسرعه، عشان يبقى عنده خبراته وعنده 20 سنه. حسام عاشور لما خدوه مننا حسام حسني كان معانا 16 سنه ونص، انا وعبد الجليل وعمرو انور 16 سنه ونص لعبنا. كان يعني احنا انا افتكر ان المجموعه بتاعتنا كنا بناخد فئه اولى في النادي الاهلي، الرجال اللي طلعت احنا كنا بناخد فئه اولى في النادي الاهلي، وده كان قانون انك انت بعد 100 مباراه للنادي الاهلي كنا ما عديناش سن ال 20 سنه. فدي حاجه مهمه قوي، زي حسام عاشور وعمرو انور وهاني رمزي لعبتوا 100 مباراه. لعبنا كتير لعبنا كتير جدا. يعني ما نخش على البطوله الافريقيه ولا لسه عندك حاجه عايز تطلع في البطوله الافريقيه؟ كابتن عادل متابع البطوله طبعا بشكل جيد. منتخب مصر ايه؟ اللغز مش محير. يمكن الناس كتير بيقولوا ان اللغز محير، هو مش محير خالص. هو الحاجه اللي حيرنا فيها اجيري انه، ودي انا شايفها من وجهه نظري، انا دائما ما بحبش احاسب المدرب على اختياراته.
المدرب هو اللي يختار اللي هو عايزه. ولكن بيقول لي السبب في الاختيارات. احنا شفنا أجيري اختياراته كانت على سيستم بيلعب 3 فلات اللي هو بيلعب 3 4 3، خد 10 مباريات مع منتخب مصر لعب بيهم بالطريقة دي. بقدرة قادر احنا شفناه اول ما اختار المنتخب. يمكن انا استغربت من عبد الله جمعة. عبد الله جمعة عامل سيزون عالي قوي وعامل ماتشات كويسه قوي، يستاهل انه يروح المنتخب. صحيح. ولكن انا ما زعلتش انه ما راحش المنتخب. ليه؟ لان كان الرجل مخيل لي ان اللي عايز الطرف الشمال يبقى سيرد باك ثالث. علشان كده انا قلت في الوقت ده هو حر، عبد الله جمعة مش هيقدر يلعب سيرد باك، هو باك ليفت طاير. لكن ايمن اشرف يقدر يلعبها، ايمن منصور ممكن يقدر يلعبها علشان. فانا قلت اوكي. الحاجه الثانيه مثلا رمضان صبحي لو اتكلمنا عليه، فرمضان صبحي كان لازم يتاخد. قلت يمكن هو بيلعب بالثلاثه علشان بيلعب باربعه في وسط الملعب، عشان لازم عنده فندرين زياده علشان هو بيلعب بالطريقه دي. فاختياراته تمت على سيستم معين. لعب اول مباراه ولعب مباراتين الوديتين اللي قبل كاس افريقيا، لعبهم بنفس الطريقه. الرسمي لعب كله بنفس الطريقه، حتى كنا بنستغرب انه بيجيب علي غزال قدام باهر محمدي وقدام ايمن اشرف، وحجازي دايما كان بيلعب كده وينزل علي غزال يبقى في وسطهم. يعني اللي هو بيلعب ثلاثه فلان. اللي استغربت منه انه لعب اربعه. طب انت بتلعب اربعه باختياراتك ثلاثه، الناس كلها تقول ايه الراجل ما عندوش حد على الدكه. لا، الراجل عنده ناس كتير قوي على الدكه، بس الراجل كان واخد على طريقه لعب لعيبه تقعد على الدكه تقدر تعمل له فارق. لكن لما غير طريقه لعبه ما بقاش عنده النوع ده من الرفاهيه اللاعبين. عشان كده الاداء بتاعنا ما كانش جيد. الحاجه الثانيه المهمه، انت بتتكلم دايما، يمكن الكابتن عزيز معاكوا اتكلم على نص الملعب. ايوه، في مصر مش جيد نص الملعب، لانه اصلا كان بيبقى في واحد متوفر تاني اللي هو لما بيلعب ثلاثه بيحط واحد قدامهم، وكان مثلا كان بيتمثل في علي غزال مثلا، السوليه لما كان بيجي يلعب. فانا شايف كمان ان الموضوع بتاع اللاعبين اللي ما اتخذوش، مش عايز اقول ظلم لان كل مدرب بيختار اللعيبه اللي هو عايزها، ولكن انا بتكلم ظلم الطريقه يعني. فبصيت لقيت انه نص الملعب عندك مش هيقدر يلعب كوره كويس. الناس بتستغرب ان ليه نص الملعب بتاعنا وحش، علشان نص الملعب فيه بعد كبير قوي ما بين المدافعين ولان انت والمهاجمين. احنا كنا واخدين على كوبر انه دفاعي قوي، بس كوبر كان دفاعي مؤسس للدفاعيه، عامل سيستم بيحارب عليه وشغال بيه طول الوقت. ما كانش بيهاجم ولكن كان عنده تنظيم دفاعي، لانه بيختفي جواه متخصص وعنده قدرات. صلاح حتى عبد الله سعيد حتى دلوقتي لما جينا ننفذ صلاح، برضه صلاح مش بيلعب باللي عايز اقول لك بالاريحيه اللي كان بيلعب معاه مع كوبر. لانه كانت طريقه لعب كوبر كانت بتتلخص في انكماش ثم في مساحات لصلاح يقدر يجري. لكن انت بتتكلم في واحد كان بيعملها وبعدين غيرها لعب اطراف، فبيزنق محمد صلاح وتريزيجيه. يمكن تريزيجيه اللي استفاد الوحيد من الطريقه دي، عشان تريزيجيه عنده الدريبلر بتاعه كويس، يعرف يلف ويعرف يقف ويعرف يبص ويعرف يتحرك. ولكن انا شايف دي البدايه. ولكن منتخب مصر انا شايف انه ممكن نعلق بقدراتنا. يمكن احنا اتكلمنا على ماتش اوغندا، اوغندا من الفرق المنظمه جدا، كانت قويه لعبتنا، ولكن محمد صلاح بقدراته فك اللغز. تريزيجيه لعب فتره كويسه قوي، لكن المباراه اللي جايه مع جنوب افريقيا مش تبقى فيها الرفاهيه دي. لازم نعرف ان منتخب مصر محتاج انه يبقى احسن، يعني هو يقدر يرجع لطريقته. طبعا، وعنده الاختيارات اللي اختار على اساسها، وعنده وده الافضل. تتصور انا اتصور 4-3-3؟ طبعا، لانه هيلاعب فرقه شرسه جدا، فرقه جنوب افريقيا. يعني انا عاوز اقول لحضرتك ان عندها 15 لاعب محلي كلهم بيلعبوا في جنوب افريقيا، يمكن منهم سان داونز وبيلعب بيت ويست، ودي ميزه لانهم مع بعض، ودي ميزه كويسه قوي عندهم. بس الاثنين اللي هم بيلعبوا في ستريسبورج بيلعب متريبه وشاوي اللي هو بيلعب في انجلترا. فعنده اثنين لعيبه اللي هو الطرف اليمين والراس حربه، هم الاثنين اللي تقدر تقول عليهم عندهم حلول. ولكن هم عندهم حلول بحاجه ثانيه، المدرب بتاعهم مدرب اسكتلندي بيلعب الكره القديمه اللي هي الانجليزيه، قوه البنيان.
عندهم لياقة بدنية على أعلى مستوى. إحنا عارفين إن البدايات في جنوب أفريقيا والجو في جنوب أفريقيا بيبقى متغير، فأقدر أقول لك إن هم في التوب فورم بتاعهم، علشان كده اللياقة البدنية عندهم. زواني اللي هو بيلعب في سان داونز اللي ناحية الشمال، وإحنا يمكن النادي الأهلي لعبه كتير قوي، والثلاثة السرد باكات اللي بيلعب بالسرد باك الأولاني والسرد باك الثاني اللي هو ماكنزي وهتشاو دوت وهلالة نبيه، ده دول من الثلاثة بيلعبوا في نادي واحد اللي هو بيت ويست اللي النادي الأهلي لعبهم أكثر من مرة. وماكنزي اللي بيلعب في كيب تاون من اللعيبة الكويسة ودفاع كويس. يعني جنوب أفريقيا لو شفنا التصفيات بتاعتها أو الثلاث مباريات اللي لعبتها، هي طول عمرها عندها فريق منظم ومواهب يعني. وهي السنة دي هي بيعيب عليها ضعف الهجوم قوي، يمكن هم لعبوا الثلاث مباريات ما احرزوش الا هدف واحد، وعندهم برضو قوه وصرامه في الحته الدفاعيه، عندهم ما دخلش فيهم الا جونين بس. يمكن بدايه مبارياتهم دايما بيلعبوا مع الانديه المنتخبات الكبيره، مصر من المنتخبات الكبيره، هيبقى في عندهم يعني عكس الناس اللي بيعملوا المدرب ستوارد الاسكتلندي بيعمل عكس المدربين اللي بيعملوا، يمكن المدرب المفترض انه يدافع شويه الاول وبعدين يعمل الهجمه المرتده علشان هو بيلعب دفاع منظم، لا ده هو في بدايه مبارياته دايما بيضغط بيبادر. من الشوط الاول بيبادر اول ربع ساعه، يمكن هو بيقسم المباراه اجزاء كتير قوي. عندهم الكور الثابته على اعلى مستوى، واحنا عندنا الكور الثابته في الحته الدفاعيه عندنا فيها مشكلة. اخطاء كبيره قوي ومشكله كبيره قوي، وانا شايف انه لازم تتعالج، لاني في مباراه اوغندا في كورتين في العارضه كل كوره ثابته عليك خطوره جامده قوي، وانت شايف ان الضغط الجماهيري على اللاعبين بتوعك هيبقى كتير، ويمكن هم كمان واخدين على الجمهور بتوع جنوب افريقيا لانهم 15 لاعب بيلعبوا في جنوب افريقيا، ففي جمهور كتير قوي وفي شكل كبير قوي هيعملوه. فالمباراه دي افتكر ان احنا لازم محمد صلاح نشوف حل لمحمد صلاح، يعني مش كله على محمد صلاح. بالمناسبة النهاردة ما قدرش يتمرن عشان عنده نزلة برد، بس الجهاز الطبي قال ان هو يعني ان شاء الله ما تمنعهوش من المشاركة، يتمرن بكرة كمان ان شاء الله، لان محمد صلاح عندنا سلاح كبير قوي نقدر نعتمد عليه. اللي مش ناقصة ما هي باشمهندس، انا عايز اقول لحضرتك حاجة، في حاجة مهمة يمكن يساعده هنا اللعيبة اللي بتلعب جنب صلاح، يعني تريزيجيه لأول مرة يستثمرها السنة دي، اللي بيلعب جنب محمد صلاح بيتمسك ماركن جامد قوي وبيتعمل عليه سبورت من لاعب واثنين وثلاثة، فأقدر أنا اللعيب اللي بلعب جنبه لو اتحركت صح واشتغلت صح يعني بالمعنى الأصح هلاقي لي سكة. طبعا هلاقي لي سكة جديدة، لأنه أنا مدرب أشوف محمد صلاح بيلعب قدامي فلازم أعمل طريقة واحد واثنين وثلاثة عشان أوقف. توقعنا كابتن عادل أنه وجود صلاح وجود تريزيجيه في الطرف الشمال كمان ده المفروض يفتح نص الملعب لعبد الله السعيد. ما هي مشكله بقى انه في عبد الله لسه ما وصلش للفورمه بتاعته، او بالمعنى الاصح الطريقه مش خدمه والاجهاد، يعني في لاعبين مؤسسين بدنيا. طبعا لا، ده اللي انا كنت بتكلم فيه، يمكن اللعيبه في لعيبه عندها خبره لو داست شويه ممكن يجي له حاجه، يمكن انا شايف عبد الله لسه ما دخلش فورمه المباريات، انا بتكلم مش الفورمه العاديه، لا انا بتكلم في الذهن بتاعه الحاله الذهنيه. طب أنا مش جيده في البطوله، يعني ثلاث ماتشات يا باشمهندس ما في معيار معين في ادائنا الا في تراجع في الاستحواذ في التسديد في التمرير، الكره مشتركه اخطر حاجه بتهددنا كل حاجه. عندنا الثلاث مباريات الكيرف نازل قوي، هل بالذات الشوط الثاني ده من مباراه لمباراه ومن شوط لشوط، يعني انت في تراجع بسرعه وبارقام كبيره. احسن مباراتنا الاولانيه تراجع الشوط الاولاني اللي اديت كل حاجه فيه وقدرت. يعني ماتش جنوب افريقيا، لان انا هسالك عن توقعاتك لدور ال 16 تحب تتوقع ولا لا؟ لا اتوقع. طيب بكره المغرب وبنين؟ المغرب طبعا. كام؟ لا يعني كام دي لا يعني كام دي انا شايف ان المغرب من الفرق القويه جدا المرشحه للبطوله. يعني طيب اوغندا والسنغال او ده مناصفه، لان سيسي انا شايف انه اداؤه سيء جدا في البطوله دي، ولاعيبه السنغال بحس ان هي اكبر من منتخبها ما عندهمش التزام، لكن اوغندا فرقه ديساب
فرقة منظمة جدا وبتلعب على قدها وجماعية جدا وجماعية وبتلعب على قدها ملتزمة عندها يعني عندها لا عندها لعيبة كويسة أو عندها خالد أوتشو في وسط الملعب من أفضل اللاعبين اللي ممكن عزيز مدربنا مرشحها للفوز ممكن أنا شايف إنه 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 ممكن تكسب نيجيريا والكاميرون الكاميرون لما بتقرص ما حدش بيقف قصادها فأنا بقول لك الكاميرون كاميرون طبعا مصر وجنوب أفريقيا أتمنى مصر طبعا لكن المباراة فيها جهد لازم نبذله قوي عشان نكسب بس إن شاء الله نكسب مدغشقر والكونغو مدغشقر من الفرق برضو القوية أنا ده مناصفة 50-50 الفرقتين لأنهم الاتنين مبهمين ولكن مدغشقر من الفرق ممكن اللي جاية ممكن يروح لضربات ترجيح واللي جاية اللي جاية الأيام الجاية عاملة زي أوغندا الجزائر وغينيا الجزائر طبعا الجزائر طبعا أنا طبعا. شايف أنا شايف إن الجزائر جمال بن ماضي عامل توليفة عالية قوي الحاجة التانية المهمة إن هم اللعيبة كمان أول مرة الجزائر جاية بالحماس ده الطبع الجزائري دايما عندهم القوة والشراسة والفكر بقى والتنظيم مشاكلهم في معظم الأحيان إن هم مش مع المنتخب قوي المرة دي جايين مع المنتخب قوي زيادة يعني طيب. عشان دي بس مهمة الباشمهندس عدلي يمكن أنا شفتها كتير قوي وقريب من حد قريب من الفريق الجزائري من اللاعبين وكده الجزائر دايما مشكلتها في اوضه اللبس لان هم بيحسوا ان هم اكبر من المنتخب المره دي بالعكس يمكن كلهم ناسين نفسهم خالص مالي وكوت ديفوار كوت ديفوار اخيرا بقى غانا وتونس انا تونس لغز برضو يمكن تونس محيرني زي مصر ايوه الفرقتين المحيرين مستني ترجع لمستوى اي لحظه عندهم امكانيات عاليه لعبتهم كويسه قوي ولكن في شيء ما فيهم الاثنين مخليهم يؤدوا الاداء ده رغم ان احنا مثلا احنا اجدنا في النتائج احنا احسن فرقه نتائج في كاس افريقيا الى الان انت ما دخلش فيك هدف طب غانا تكسب لا اتمنى تونس وعايز تونس وان شاء الله تونس الفاينل انا شايف ان الكاميرون هيبقى طرف انت مقتنع بالكاميرون لانه الكاميرون خد بالك طرف بيتسلل زي البطوله اللي فاتت يعني على حساب مصر وهو نعم وفي كاميرون طرف في النهائي انت لو باذن الله وفقت قدام جنوب افريقيا هتلعب الفائز بالنيجيريا والكاميرون ثم الجزائر اتمنى اكون غلط تتمنى تكون غلط وانا اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا برؤيه الكابتن عادل عبد الرحمن وقبلها رؤيه الكابتن عزيز بودرباله هل لديك اقوال اخرى كل الامنيات الطيبه يوم السبت باذن الله ونشوف منتخبنا كما يعني تعودنا ان نراه انه ساعه الجد بيبقى عنده طاقات احنا ما بنعرفش بتيجي منين لكن الطبع المصري كلما يعني انا بقول لما ترمي طوبه الحاجه بتجيلك وبتجيلك بشكل كويس جدا ولما بتتفائل زياده عن اللزوم للاسف بيحصل خذلان المره دي احنا قلقانين فانا متفائل والخوف بيولد نجاح يعني اتمنى وإن شاء الله بإذن الله نفرح بفوز وتأهل المنتخب دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي مساء الاثنين القادم إن شاء الله تصبحوا على خير ودائما النصر المصري